بكم أعزائي المشاهدين ولقاء جديد مع ما وراء الأحداث، وما زالت الأحداث متلاحقة، ولكن اللي على الساحة بالنسبة لمصر هو موضوع الجمعة اللي جاية، والدعوة كانت بتاعت الائتلافات الإسلامية إن هم هينزلوا مليونية ومليونية الشريعة، وبعدين ابتدى الاسم يتغير لأكتر من حاجة، وهنشوف مع بعض النهاردة إيه اللي تم التواصل إليه، ويا ترى هل في اتفاق ولا ما فيش اتفاق ما بين القوى الإسلامية أو الائتلاف الإسلامي اللي كان طلع بيان إن في حشد المليونية يوم 29 اللي هي الجمعة الجاية، وما بين الناس اللي موجودين أصلا في التحرير. أخبار كتير جدا كانت الحقيقة متلاحقة في الفترة اللي فاتت بالنسبة للموضوع ده، وأخبار تقول إنه ممكن تحصل أحداث دائمية، أخبار تقول في قلق ربنا يستر، ما فيش توحد، مش عارف دول عايزين حاجات ضد دول، وفي الآخر بدأت الدنيا تقول إن إحنا هنبقى إيد واحدة علشان الشعار الجديد دلوقتي اللي مالي الدنيا الشعب والشعب إيد واحدة. بعد بيقولوا يعني ان الشعار ده هيرتفع بعد ما كان الشعار بتاع الشعب والجيش ايد واحده بدا يعني ينخفض، او نقدر نقول انه بدا يتلاشى شويه نتيجه طبعا للاحداث اللي حصلت، وبالتحديد احداث العباسيه الاخيره. ايه اخر البيانات بالنسبه لثوره الغضب؟ ايه اخر الحاجات الاخبار بالنسبه للامور بتاعت المليونيه؟ انه في 7 مطالب تم الاتفاق عليها من قبل الائتلاف مع شباب الثورة، الائتلاف الإسلامي أو القوى الإسلامية مع شباب الثورة، وقالوا إحنا هننزل يوم الجمعة اللي جاية دي علشان عايزين ال7 مطالب دول. علشان إيه؟ علشان برضو نبقى في توحد، وإن الوقفة بتاعتنا والمليونية والحشد اللي إحنا بنعمله يكون واضح للناس، رغم ان طبعا يعني زي بقول لحضراتكم حدثت بلبله كثيره جدا. من ضمن هذه الامور اللي حصلت، وانا يمكن حابه اني ابتدي مع حضراتكم بيها، خبر كان نزل على مصراوي عن واحد من الجماعات الاسلاميه، والحقيقه الخبر ده كان صادم لناس كثيره جدا، عن تصريحات لي ومنها انه بيقول انه الشيخ عاصم او عصام عبد الماجد بيقول ان الشباب بتوع التحرير دول لسه بياخدوا مصروفهم من اهاليهم، واصدر شويه اتهامات لها علاقه بانه اللي بيحصل في التحرير ده فيه جنس ومخدرات. فالحقيقة أنا هحاول أقرأ على حضراتكم الخبر ده يعني بالتحديد، وإيه الكلام اللي كان مكتوب عن هذا أو يعني حيال هذا الأمر، على اعتبار زي ما بقول لحضراتكم أنه الدنيا دي كانت يعني الخبر ده كان الحقيقة أثار ناس كتير جدا، لدرجة أن حتى كانوا منزلين له فيديو نزل بعد كده لمجموعة من الناس، ومنهم بيقال ان هم سلفيين رد على هذا الشيخ، وهو بيعتبر متحدث باسم الجماعة الإسلامية. فده هي يمكن زي ما بقول لحضراتكم كانت حاجة مش يعني مش ظريفة قوي، يعني بدل ما اقعد اقرا علشان انا عايزه اقرا اللي عايزه اهتم بيه واقراه، هو الرد بتاع دكتور خالد منتصر الحقيقة على هذا المقال. المقال بتاع أو الحوار ده بيقال كان على قناة تلفزيونية مع هذا الشيخ، وقال كلام فيه اتهامات كتيرة، وكان من أهمها الاتهامين اللي أنا قلتهم لحضراتكم إن دول شوية شباب مش عارفين ليهم هدف ولا مبدأ، وكمان بياخدوا مصروفهم من أبوهم من أهلهم لغاية دلوقتي، وإنه في حاجات كتير بتحصل في ميدان التحرير، وإنه النداء بانه اللي بيحصل ده من شأنه ان هو يثير الفتن ويعكر صفو الحياه، وكل الكلام اللي اتقال ده بما معناه ان هو حريص على مستقبل مصر، وان اللي بيحصل ده بيدعوهم ان هم يفضوا الاعتصامات اللي هي شغاله ده، لان ده طبعا كلام مش راضي عنه يعني الحقيقه. لكن جاء الدكتور خالد منتصر برد قوي جدا جدا، والحقيقة احنا برضو مجهزين لحضراتكم وانا بقرأ الخبر لهذا المقال الدكتور خالد ورده على، والصورة التانية اللي جنبيه صورة الشيخ عصام او عاصم عبد الماجد، علشان برضو نبقى عارفين مين دكتور خالد منتصر بيتكلم عن مين. فدكتور خالد منتصر بيقول: قام الداعية المناضل الداعية زعيم الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد بوعظنا وإعطائنا دروسا في الوطنية، ونصحنا بعدم تخريب البلد، وهدد كل من يريد إحراق الوطن وإحداث فوضى سياسية وأمنية من العلمانيين بأنه لن يتركه أو يسمح له بالاستمرار.
ودكتور خالد بيقول: كنت أود أن أضع مليون علامة تعجب لولا ضيق النافذة الصحفية، فالتعجب وحده لا يكفي، والدهشة وحدها لا تفي بالغرض. فمن الممكن أن يقول أي فرد في مصر هذا الكلام، ومن المسموح والطبيعي والشرعي أن يستنكر أي عابر سبيل إلا المهندس عاصم عبد الماجد خطيب الجماعة الإسلامية المفوه، وذلك لسبب بسيط تافه جدا. وبيوضح الدكتور خالد ليه، هو أن يده التي كانت تهدد وتتوعد ملوثة بدم 118 فردا مسلما، من بينهم ضباط شرطة، عساكر غلابة، وفقراء كانوا بيصلوا صلاة عيد الأضحى بعد اغتيال الرئيس السادات بيومين فقط. والسؤال: من الذي كان يريد إحراق الوطن يا زعيم الجماعة؟ هذا التساؤل يطرحه الدكتور خالد على الشيخ عاصم عبد الماجد. وسؤال آخر بيقول: من الذي كان يريد إحداث الفوضى السياسية والأمنية؟ هل أنت من يتحدث الآن عن الفوضى الأمنية؟ من الذي قتل الملازم أول أحمد وحيد عند مدخل مديرية الأمن والعميد شكري رياض مساعد المدير الذي كان مرتديا بجامة في استراحة المديرية وبدون سلاح، والرائد حسن الكردي و16 سائق و32 عسكري خدمة؟ من الذي استولى على مدفعين من طراز بيرن؟ من الذي ذبح المصلين الآمنين باسم الجهاد والتمكين؟ هل كان فهما خاطئا أو تفسيرا مغايرا لأضحية العيد فتم استصدار فتوى بذبح المصلين الأبرياء من أبناء أسيوط بدلا من الخرقان؟ أو الخرفان عفوا بدلا من الخرفان في عيد الأضحى؟ من الذي كان يريد إحراق الوطن يا مناضلنا الفاضل؟ من يمشي في مظاهرة سلمية أم من كان معه 18 بندقية آلية و40 ألف جنيه؟ هل يعرف الجيل الجديد مصدر هذه الآلاف؟ إنها نتيجة فتوى باستحلال سرقة تجار الذهب المسيحيين التي أصدرها مفتي الجماعة الذي تطالبون بالإفراج عنه حتى يعود لإنقاذ مصر من بلاد العم سام ويستمر في مسلسل فتواه الدموية الرائعة. وبيقرر السؤال أو بيسأل سؤال آخر دكتور خالد للشيخ عاصم، بيقول له: من الذي كان السؤال مناضلنا وداعيتنا المبجل، هل العلمانيون هم من فعلوا تلك الأفعال؟ هل هم الذين قتلوا 118 شخص موزعين كالتالي: 5 ضباط، 101 جندي، 12 من المواطنين الأبرياء كانوا في طريقهم لأداء صلاة عيد الأضحى، كما أصيب المئات من المصلين من المواطنين بعضهم كانت إصابته خطيرة وتوفي بعد ذلك؟ هل هم الذين استولوا على 17 بندقية آلية و8 طبنجات و4 سنكي و21 خزنة و9 مدفع رشاش؟ وضبطت قوات الأمن بعد ذلك 5 بنادق آلية و4 بنادق لينفيلد وقنبلتين يدويتين و6 قنابل دخان و7 فرد خرطوش صناعة محلية وسيارات شرطة مسروقة؟ تأتي بعد هذا كله وتتحدث عن حماية الوطن من الفوضى والحريق؟ آفة حارتنا النسيان يا شيخ عاصم. ده المتحدث بفكر حضراتكم دكتور خالد منتصر للشيخ عاصم. ولكن إنقاذ حارتنا ووطننا لن يتم إلا من خلال إنعاش ذاكرة الأمة التي لا يتذكر شبابها البريء تلك الجرائم المروعة وينخدع كبارها بلقب زعيم الجماعة واللحية والجلباب. ده كان المقال اللي بيرد على الاتهامات اللي وجهها الشيخ عاصم وتساؤلات، وبيفضح انه هناك جرائم تمت على يد الشيخ عاصم وبيتساءل، ونتمنى ان يكون في رد. احنا كان بنحاول يكون معانا النهارده دكتور خالد منتصر، لكن هو الحقيقه اعتذر بشده انه فعلا مرتبط باشياء اخرى، فكان نفسنا يعلق لنا اكتر وتفاصيل اكتر بالنسبه لهذا المقال، لكن هو واضح طبعا اعزائي المشاهدين انه بيحاول يفكر الناس بالجرائم اللي كانت تمت بعد اغتيال السادات، وانه من هو الذي يتحدث الان ويقول ان هو اي فوضى سياسيه وامنيه هتحصل من العلمانيين مش هيتركهم او يسمح لهم بالاستمرار. ده بالنسبه لبعض الاشياء اللي كان توقف عندها بعض الناس، لدرجه ان زي ما بقول لحضراتكم دكتور خالد كتب هذا المقال. نرجع للامور بتاعه يعني هنكمل المسائل بتاعة التحرير والبيانات والتوحد والشعار بتاع الجمعة
ريسيو على ايه، بعد ما نتطرق لبعض الاخبار او بعض الوقائع القبطيه اللي حصلت، ومنها ان احنا كنا معانا في الحلقه اللي فاتت الحقيقه القصه بتاعت قتل الجواهرجي عماد، وان في تطورات في القضيه، ومعانا الاستاذ نبيل احد اقارب المتوفي عماد عشان يقول لنا ايه التطورات، وان في بعض الكلام اللي اتكتب في الجرايد عايزين نشوف مدى صحته. بنرحب بيك يا استاذ نبيل. اهلا بحضرتك يا فندم. ايوه فندم، احنا طبعا اتفاجئنا ببعض الكلام في الجرايد، فعايزه حضرتك توضح لنا وتقول لنا ايه اللي اتكتب، وايه الرد، وايه التوضيحات اللي عند حضرتك. لا طبعا، كل اللي كتب كلام كذب، اللي هو كلام جرايد زي ما بيقولوا، اللي هو ممارسة الرذيلة دي، ده كلام كذب طبعا وتنفيه خالص. واضح طبعا ان المتهم بعد ما في ناس ساعدته على الهروب واتمسك، ان هم وضحوا او فهموه على الكلام اللي هيقوله بحيث يطلع من الشعره من العجين زي ما بيقولوا يعني. يعني يبقى هو دلوقتي الاستاذ البلطجي ده اللي هو ابراهيم القاتل تم القبض عليه، لكنه اللي ابراهيم ابتدى. محمد عبد الله ومين يا فندم؟ اسمه، ابراهيم محمد عبد الله ابراهيم محمد عبد الله تم القبض عليه، لكن بلطجي معروف بدأ جدا، يصرح معروف جدا في بتصريحات البلد. ده معروف جدا في البلد ان هو بلطجي. تمام. التصريحات اللي قالها اللي حضرتك دلوقتي عايز توضح لنا انه ده كلام غير صحيح، ان هو قال انه كان للاسف الشديد بيمارس الرذيله، وانه المتوفي عماد كان اختلف معاه في هذا الامر والكلام ده كله، وده طبعا كلام بدأ ينشر في الجرايد فعلا. و حتى القصه الوهميه اللي حكاها لا يصدقها طفل صغير، حتى مش وكيل نيابه. يعني هو بيقول مثلا ان هو عرض عليه في المحل ان هو يمارس معاه الرذيله، طب هل يعقل ان سايغ يضحي بشهرته وسمعته وراجل متزوج وعنده طفلين انه يضحي بده كله عشان خاطر يمارس الرذيله في المحل؟ حضرتك معايا؟ تمام. فما يعقلش. فهو بيقول كمان ان هو سابه وجري، والمرسوم جري وراه عشان بالعافيه يعني. فالمتهم بيقول ان هو سابه وجري فما عملش قدوه، فبيقول ان هو لف وراه وطعنه بالمطوه. اللي عايز يجري دوت، اللي يعني البلطجي اللي عايز يجري دوت وما يمارسش رذيله، هيزقه ويجري ولا يلف له ويطعن فيه 7 طعنات ويموته؟ الا لما يكون في هدف تاني طبعا وهو مش عايز يذكره، ولا حجه وهميه او حكايه وهميه بيذكرها. طيب هل انت كنت قايل لنا ان عماد اخو هو المتوفي عماد اخوه، كنت قايل لنا ان هو كان مسجون، كان حابسينه، بس يعني اكيد كان على ذمه التحقيقات، هل افرج عنه هو كان دلوقتي؟ متحفظ على هو افرج عنه يا فندم دلوقتي. كان متحفظ عليه يعني بالنسبه للتحقيقات؟ لا لا لا، في ايام التحقيق بس. تمام يعني تمام. اما حضرتك كنت افرج معانا عنه طبعا، وقتها؟ مشكورا لرجال القضاء والنيابه تفهمت الموقف، وطبعا ما استنكرت الموضوع دوت واللي حصل او الاعتراف المجني عليه، فما صدقوهوش يعني. يعني دلوقتي نقدر نقول هذا الكلام غير صحيح، وانه ان شاء الله القضيه هتمشي. انا عايز اقول لك حاجه ثانيه، شهاده يعني كمان من الناس يعني الناس كلها تشهد له هنا، مسلم ومسيحي. المسلمين اولا يشهدوا له بحسن الخلق، وان ده راجل كنيسه، راجل شماس في الكنيسه، راجل ديني يعني. تمام. فالناس لما سمعت كده في العزاء، احنا 3 ايام في حضرتك بناخد عزاء ليل ونهار، مسلمين قبل مسيحيين. الناس مشكوره لما سمعوا الكلام ده، يعني صاروا من اللي الكلام اللي بيحصل واللي بيتقال. هو كان عنده كام سنه يا استاذ نبيل؟ عنده كام سنه الاستاذ عماد؟ عنده 31 سنه. 31 سنه وعنده طفلين. عنده طفلين. يا فندم اعمارهم ايه يا فندم؟ يعني 2 سنين و4 سنين. 4 سنين و2 سنين. تمام. فحضرتك بتقول العزاء يعني من كتر حب الناس فيه، انتوا ليكوا 3 ايام كان بتاخدوا العزاء ليل نهار. يا فندم احنا لسه العزاء شغال لبكره وبعده كمان يعني. تمام. عموما احنا صغير وكبير، شيوخ وصغير وكبار بيجوا يعزوا، الناس يعني بتشهدوا هنا بالحصر. تمام. دلوقتي عايزين نطمن المشاهدين يا استاذ نبيل. استاذ نبيل عايزين نطمن ثواني المشاهدين. معلش ثواني، اللي اتفضل. كتب الموضوع دوت
صار الناس وعايز يعمل بلبله وخلاص، بس بلبله يعني نشكر ربنا انها في الصالح، اللي هم مش عاجبينهم الوضع ومش عاجبينهم الكلام اللي اتقال على راجل دين زي كده. فعايز اقول لك ان هو قصه وهميه خلقها يداري بيها نسبته يعني، او عشان يطلع بيها والكلام من اللي عمله. وطبعا اكيد في ناس ورا الموضوع ده بتوحدوا على الكلام اللي بيقوله، لان طبعا اي حرامي بينكر فعلته ويدور على اي حته وهميه يطلع بيها يعني، مش جريمه طيب، قتل بقى، ده لكن السارق سير طريقه خطأ. التحقيقات دلوقتي، حضرتك قلت لنا برضو الخبر انه النيابة لم يعني مش هتأخذ بهذه الأقوال الوهمية، وانه ان شاء الله يعني هيتم التحقيق، هيسير المسار بالنسبة للتحقيق في هذه القضية يا مقتل ريت عماد. يا ريت ينزلوا يسألوا يعني، احنا حابين ان ينزلوا يسألوا، لان الناس كانت عايزة تتجمهر وتطلع الاسم هنا تنكر اللي حصل. ناس هنا مسلمين قبل المسيحيين كانوا عايزين يتجمهروا ويطلعوا قدام الاسم يستنكروا اللي حصل ده. فاللي نشر حاجة زي كده يعني بيشهر بيه ازاي يعني؟ فين اي تمام ضمير ده؟ وازاي ياخد الكلام ده من النيابة؟ تمام طبعا يعني معايا استاذ حضرتك؟ نبيل، معاك ازاي معاك يصرح استاذ نبيل. بالكلام ده ويشهر بيه من غير اي تحيات واي دلائل؟ طبعا ده كلام فعلا محدش يرضى بيه، وانه في النهايه يعني اللي زي ما بنقول يعني هو الضحيه، وبيتجني عليه كمان بعد حتى ما يتوفى ويقتل بطريقه يعني بهذا الغدر. احنا دلوقتي ادينا يعني نقدر نقول ان احنا حبينا ان نعلن برضو للمشاهدين ان هذه الاخبار غير صحيحه، وانه ان شاء الله ربنا يعني ياخد حقه، حق هذا القتيل اللي فعلا يعني 31 سنه وعنده طفلين. وفي نفس الوقت نتمنى ان احنا ان مسار القضيه فعلا يراعى فيها انه هذا الموضوع شكله طبعا واضح جدا انه كان للسرقه. وربنا يعزيكم يا رب استاذ نبيل، بنشكر حضرتك جدا. يعني زي العفو فندم، بس انا عايز اوجه الشكر بس لرجال الشرطه طبعا لسرعه الاسراع بالامساك بيه، بالقبض عليه. ورجال القضاء طبعا، ورجال النيابه اللي ما اقتنعوش باي كلام من دوت، والناس المسلمين اللي واقفين معانا، والمحامي طبعا تمام. الاستاذ مجدي الدهشوري اللي ماسك القضيه، ونوجه الشكر للناس كلها اللي واقفه معانا يعني. تمام، واحنا بنضم صوتنا لصوتك، وبنشكر كل الناس اللي فعلا هدفهم ان الحقائق هي اللي تبان، مش ان يبقى في نشر في الصحف اشياء زي ما حضرتك بتقول من شأنها طبعا ان هي بتسيء لسمعة شخص معتدى عليه ومتوفى يعني. بنشكرك يا استاذ ريت يا نبيل. فندم، واحنا بنناشد برضه رجال القضاء بسرعه الحكم فيه، اذا ما كانش ينفع يعني يتحول لقضاء عسكري بقى اسرع، لان الناس هنا سايره جدا من اللي بيحصل. لا، خلي ان شاء بالك الله الكلام ان شاء الغلط اللي الله بيتقال ياخد يعني ربنا يظهر الحق، وان شاء الله ياخد الحكم العادل اللي يرضي الجميع. بنشكرك استاذ نبيل جدا لهذا الايضاح اعزائي المشاهدين، وزي ما قلنا لحضراتكم دي القضيه اللي كانت اثيرت قتل الجواهرجي عماد في العياط، وعرفنا برضو تفاصيل اكتر، وبناكد على نفي الاشياء اللي كتبت في الجرايد. لو انتقلنا لموضوع اخر، وهنحاول برضو زي ما كنا بنحاول المره اللي فاتت نوصل للتطورات في الاحداث بتاعت الاب قرقاص والمصنع اللي كانت حرق، واللي هي تعتبر بقايا للأحداث اللي كانت في الفترة اللي فاتت، وأيضا عندنا قضية أخرى هامة جدا هنناقشها بس وقت ما يجي معانا المعنيين بيها. فهنحاول أحاول أقول لحضراتكم برضو أشياء من الحاجات اللي كانت في صفحة ثورة الغضب، ويعني خلينا نتنقل ما بين الأحداث القبطية وما بين الأحداث اللي على يعني شغلة الساحة في الشارع المصري بالنسبة للأحداث القبطية. وفي بيان تم إصداره، بيان رقم 21 من صفحة ثورة الغضب الثانية، وهذا البيان كان على يعني رد فعل على التوحد بالنسبة للسبع مطالب. يا ريت لو السبع مطالب جاهزين معانا نعرضهم وهقراهم على حضراتكم. ايه هم السبع مطالب اللي هم زي ما بقول لحضراتكم بعد ما كان في شد وجذب، وبعد ما كان في اختلافات، والدعوه بقى استصاعدت بشده انه يتم توحيد الصفوف، وانه الناس اللي بتدعو المليونيه التحرير من القوى الاسلاميه يجب ان هم يتحدوا مع الشباب بتاع التحرير. وفعلا بدأت هناك اجتماعات وبدأ التوحد، وزي ما بقول لحضراتكم انه دلوقتي في سبع بيانات تم اصدارهم وهنقراهم، او سبع مطالب قالوا ان احنا هنتوحد على هذه السبع مطالب. فهنشوف اول مطلب من السبعه هو إعطاء صلاحيات كاملة للحكومة للبدء في اتخاذ خطوات عملية في ملف التطهير للفساد الإداري والمالي. نمرة 2، سرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وجميع نظام أركانه،
وتنفيذ ثلاثة تنفيذ الوعد الوعود المقدمة بخصوص قتلة الثوار وفتح تحقيق في ملف القرناسة. أربعة ضرورة تحديد جدول زمني واضح للانتخابات البرلمانية والرئاسية وتحديد صلاحيات المجلس العسكري وتحديد موعد تسليم إدارة الدولة لسلطة مدنية منتخبة. خمسة رفض قيام المجلس العسكري بوضع هم يعني رافضين قيام المجلس العسكري بوضع تشريعات وإصدارات قرارات وقوانين بشكل منفرد يؤثر على مستقبل مصر زي قانون مجلسي الشعب والشورى وبنود حاكمة للدستور ووضع المحددات الجمعية التي تتبع الدستور بالإضافة إلى قانون يجرم المظاهرات والاعتصام. هم معترضين على الحاجات اللي هو كان عملها المجلس العسكري دي كلها. ستة سرعة صرف مستحقات المصابين وتعويض أهالي الشهداء، كما دعا إلى وقف وهناك دعوة لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإعادة محاكمات كل من أدين منهم أمام محاكم طبيعية. السابع مطلب هو حبس الضباط المتهمين في قتل الشهداء وتفريغ دوائر قضائية لمحاكمتهم. دول اللي هم الاتفاق اللي تم ما بين السلفيين وشباب الثورة، والاتفاق اللي بيدعو السبع مطالب اللي في دعوة موجهة لأنه الكل يتحد على هذه السبعة مطالب. وكان البيان اللي أصدر من بيان رقم 21 اللي أصدرته صفحة ثورة الغضب المصرية الثانية، وبتقول فيه: تعلن ثورة الغضب المصرية الثانية أنها بصدد الحفاظ على ما بدأته مسبقا في بيانها الصادر رقم 11، وذلك بشأن تجميع القوى الوطنية الثورية حول مطالب الإجماع اليوم 8 يوليو من أجل توحيد القوى الثورية وللحفاظ على الثورة، وأنها تدعو جميع الأطراف إلى التوحد وإزابة الحواجز وتقريب وجهات النظر والترفع عن الصغائر وتقبل الآخر حتى وإن اختلفنا معه، والنظر إلى ما يجمعنا والبعد عما يفرقنا. وعليه تعلن ثورة الغضب المصرية الثانية ترحيبها بدعوة القوى السياسية للتظاهر يوم الجمعة المقبل 29 يوليو أيا كانت اتجاهاتها وانتماءاتها، وإننا نرحب بمطالب الإجماع والتوحد من أجل تحقيق مطالب الثورة وتحقيق آمال وتطلعات شعب مصر أجمع دون النظر لمصلحة فصيل بعينه أو حركة أو جماعة بعينها. وتهيب ثورة الغضب المصرية الثانية بكل القوى المشاركة التظاهر بسلمية والتزام مطالب الإجماع المتفق عليها وتجنب التشاحن والخلافات وعدم الالتفات إلى محاولات محتملة من فئات قد تدنس للوقيعة بين المتظاهرين، وإن هذه الفئة قد تستخدم شعارات خلافية أو نبرات التخوين لجهة أو التكفير للأخرى، وإن هذه الأعمال لا تمت للثوار بصلة، وإنها تهدف لإنهاء الروح الثورية وإحباط الثورة ومنعها من تحقيق أهدافها. كما تؤكد ثورة الغضب المصرية الثانية أن ميدان تحرير ملك لكل الثوار مهما اختلفت اتجاهاتهم، وعليه فإنه ليس من حق أي جهة احتكاره دون الأخرى، وأيضا ليس من حق أي جهة تطهيره من جهات أخرى تخالفها في الرأي. وعليه فإننا ندعو الجميع للتحلي بأخلاق الثورة وروح الميدان حتى نعزف واحدة من أجمل مقطوعات الوحدة التي علمتنا إياها الثورة ولقنتها لنا جماهير الثورة الملهمة. حمى الله مصر وشعب مصر، وهم دايما بيختموا بياناتهم بهذه الكلمة: حمى الله مصر وشعب مصر. وطبعا بيان في منتهى الروعة فعلا، وحتى الختام بتاعه أنهم عايزين يعزفوا واحدة من أجمل المقطوعات أو مقطوعات الوحدة، والحقيقة كلام رائع جدا وبيرد كتير قوي على كتير من الأخبار اللي زي ما قلت لحضراتكم اللي كانت الناس بتقول ده احنا عايزين نطهر الميدان، اللي بيحصل في الميدان مش عارف ايه، اتهامات لحركة 6 ابريل، اتهامات لحركات ومحاولات الوقيعة وكل ده. لكن هنا كمان بيأكدوا ان التحرير مش حكر على حد، لكن يجب انه يكون في توحد في هذه المرحلة، لان زي بقول لحضراتكم كانت الفترة اللي فاتت دي محدش عارف ايه اللي هيحصل في التحرير يوم 29. وطبعا هذا الامر وهذا التوحد هو ينم عن حكمة رائعة فعلا من كل هذه الفصائل، ونتمنى ان يكون هذا التوحد كله من اجل مصر ومن اجل المطالب المشروعة بالنسبة لمصرنا الحبيبة. عندنا دلوقتي كمان المشكلة اللي قلت لحضراتكم عليها اللي احنا هنناقشها بالنسبة لأستاذ بيشوي والقصة بتاعت انه بيشوي كان مفروض هيتعين في احدى الجامعات وتم تعيين شخص اخر مسلم بدلا منه. ومعنا دلوقتي والد بيشوي الأستاذ زارع. بنرحب بحضرتك معنا يا فندم. أستاذ زارع عبد الحنون، أهلا بيك يا أستاذ زارع.
مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. انا اشكركم على استضافتنا في وعلى المشكورين من الشوي، واشكر البرنامج واشكر العاملين في البرنامج. نشكرك جدا استاذ زارع. بس ممكن تحكي لنا الحكايه باختصار لمشاهدينا برضو اللي مش متابعين الاخبار في الجرايد، عايزين نعرف ايه قصه بشوي، وكان مفروض ايه حقه في تعيين في هذه الجامعه، وايه اللي حصل معاه بالظبط، وهي جامعه ايه الاول؟ جامعه الرياضي فرع الاقصر فنون جميله. تمام. كليه الفنون الجميله. بشوي. اتفضل. بشوي طبعا حصل على البكالوريوس فرع الاول تقدير جيد جدا مع مرتبه الشرف. الاول تقدير جيد جدا مع مرتبه الشرف. مع مرتبه الشرف على دفعتين، دفعه 2009 و2010. اها. شعبه التصوير. تمام. شعبه التصوير. شعبه التصوير في قسم التصوير بالذات فيها شعبتين. تمام. شعبه الجوهري وشعبه التصوير، فصار هو الاول على شعبه التصوير مع مرتبه الشرف. تمام. 2009 و2010 يعني فاضلين. طبعا تم ترشيحه هو وثلاثه زملائه حبيبي وهو المسيحي. فطبعا تم ترشيح النائب رئيس الجامعه. الجامعه جنوب الوادي ورئيس شؤون العاملين في نفس الوقت. تمام. طبعا من قبل عميد الكليه الدكتور عراضي. طبعا بعد كده اللي حصل جاء تعيين الثلاثه بس باستثناء ابني، ما جاش ابني. وعين رئيس الجامعه الدكتور عبد الفتاح هاشم مكانه واحد ثاني اسمه محمود سليمان. طيب. ومحمود يعني يعتبر بعد تقديره بعد بشوي، مش كده يا استاذ زارع؟ لا، هو ده في قسم التصوير، ده شعبه جداري مش شعبه تصوير. ابني الاول على شعبه التصوير، عينوا ده شعبه جداري. يعني عينوا شعبة تانية غير شعبة التصوير، ومحمود ده يعتبر انه هو تمام، هو شعبة الجدار مش شعبة التصوير. فاهم حد، فهمت حضرتك. ما قلموش عايز الكلية. ما قلمش الشعبة دي، قالت شعبة التصوير. فطبعا اول جاء امر التكليف لعميد الكلية، عميد الكلية رد على رئيس الجامعة، نائب رئيس الجامعة مرة تانية، لان هو طالب بشوي بالتحديد على شعبة التصوير، لأن هو الأول على شعبة التصوير. شعبة التصوير محتاجة معيدين. لأن من سنة 2004 ما تمش تعيين أي معيدين ليها. من 2004 لم يتم تعيين أي معيدين في هذه الشعبة. أي معيد ليها. تمام. وفي حجم ليها. فطبعا لا في الجامعة طبعا في نفس الوقت طبعا ما ردش، فاحنا كتبنا التماثيل لرئيس الجامعة عشان حد يرد علينا، ما فيش. طبعا راح ابني هو وعمه مع عميد كليه الاثار كوسيط معاهم، لان ليه معرفه بنائب رئيس الجامعه. ايوه. عشان يسهل الموضوع، عشان ساعه تعيين ابني. تمام. احنا بس طب عايزين نوضح للمشاهدين ان احنا استاذ زارع احنا مع حضرتك النهارده، لان بشوي ما كانش يقدر يكلمنا. عشان بشوي فين حضرتك اليومين دول؟ بيأدي الخدمة العسكرية. الخدمة بتاعته. تمام. فعشان كده مش هنقدر. وحضرتك تمام، وحضرتك هتوضح لنا طبعا كل المسائل. طيب انتوا رحتوا بتقولوا خدتوا عميد كلية الآثار ورحتوا لرئيس الجامعة ولا رحتوا لمين؟ لنائب رئيس الجامعة للي هو دكتور عبد الفتاح هاشم. احنا بنحاولنا نتصل بيه على فكرة. حاولنا نتصل بيه للأسف الشديد تليفونه مش بيرد. تمام. لا ما بيردش، احنا بنتصل بيه ما بيردش علينا خالص. طب وصلتوا لايه؟ فطبعا بلد عبدنا انا في شويه معاهم في نفس الوقت في اعداد من القضيه جامعه، فكان معاهم هو واخويا انا. فطبعا عليهم ده اللي انا فاكسه اهو، مش موضح الجسم او الشعبه ومش عارف اصلا انا ما اعرفش الاجسام في الكليه دي ازاي. وهذا قال لهم ايه؟ لا معلش الرد استاذ زارع، الرد مهم جدا هنا. حضرتك قال ايه بالنسبه لانه انتوا كانوا رايحين علشان خاطر يسالوا ايه اللي تم وايه اللي خلى تم استبعاد بشوي وتعيين محمود؟ ايوه. انا مش عارف الجسم من الشعبه، فانا عينت ده بناء على فكره ده عايز قسم التصوير. لما تكون شعبه التصوير واضح
اللي فيه جدول معمول مجسم افق وراسي مكتوب فيه شعبة تصنيعات، شعبة جداري، شعبة نحت ميل، شعبة نحت ميداني، وشعبة التصوير. ماشي يعني يعين كيف الشعب دي بدون ما يعرف يعني يعين أوائل الجسم. يعني مش عارف ازاي يعين أول شعب وكيف اللي بشوي ده ما شافوش ان هو أول شعبة. يقول أنا ما خدتش في بالي، خلي الدكتور عرابي طيب يبعث لي تاني وأسأل التعليم بشوي وبيحمله تحت الكلية. فجاء عميدني تاني وراح بعت الدكتور عرابي مشكور راجل لعميد الكلية مش عارف بشوي بالاسم وبعثوا الأحمال. في نفس اليوم ابني راح له ورجع له ثاني يوم. ثاني يوم قال الدكتور الدكتور عربي بعث لك كل الاوراق اللي انت عايزها. قال لي القرارات ما تنفعش وما شافوه كل جاب لي ابني مجامله سيئه مش كويسه وده القرارات ما تنفعش ويطلع ايه يطلع مبررات يطلع عليها وابتدى يطلب طلبات ثاني من الدكتور عربي قال لي خلاص انا هكسب من الدكتور عربي قرارات عايزها. فرجع للدكتور عربي ثاني ابني رجع للدكتور عربي مره ثاني فالدكتور عرض طلب طلبات قرارات الاول مره في الطلب يعني طلب بتاع 5 طلبات عايز عدد المعادين في الشعبه وعايز عدد الطلبه في الشعبه وعايز عدد السكاشن وعايز عدد ساعات العمل وعايز عدد المعادين. في النهايه يعني في النهايه طيب وصلتوا يعني دلوقتي نقدر نقول احنا كان برضو عايزين نكلم الهيئه لم يرد على الهيئه ولا يرد بعت عميد الكليه مره ثانيه بالاحمال بكل بعتها ثاني القرارات الفاضله دي بعتها كلها ثاني لعميد الكليه ثاني وطلب بشيء المره الرابعه. والورقه حطه عنده ما رضيش يطلع مره ثانيه. طيب بص طيب ثانيه واحده استاذ زارع عشان بس المشاهدين افهمهم الموضوع. دلوقتي عميد الكليه الدكتور عفوا رئيس الجامعه دكتور محمد عرابي تمام دكتور محمد احنا برضو كان مراسلنا اتصل بيه واتكلم معاه واحنا بس مش عارفين نتصل بيه دلوقتي لكن الكلام اللي كان قاله لنا انه ده راجل محترم وبيقول انه فعلا من حق بشوي ان هو يتعين وانه عشان كده هو استجاب رئيس الجامعه استجاب وبعت الطلبات كل الحاجات اللي كان طالبها نائب رئيس الجامعه. لكن الرد اللي قاله برضو انه المفروض الموضوع في يد نائب رئيس الجامعه اللي هو دكتور عبد الفتاح هاشم اللي هو دلوقتي بياخد القرارات. تمام تمام يا استاذ زارع. فدلوقتي واضح ان الموضوع انه رئيس الجامعه دلوقتي قال لك هو المسؤول يعني يشكر هو يعني متعاطف مع الموضوع وبيقول من حق بشوي الكلام ده قاله لمراسلنا انه لو هو رئيس الجامعه قال انه فعلا من حق بشوي ان هو يتعين لكن القرار في ايد نائب رئيس الجامعه اللي هو نائب رئيس الجامعه. الخطوات اللي انتوا هتاخدوها بقى بعد كده واضح ان دلوقتي ايه نائب رئيس الجامعه دلوقتي دكتور عبد الفتاح هاشم هو اللي واقف قصاد تعيين بشوي. هتعملوا ايه بقى حضرتك؟ الطلبات كل الطلبات اللي طلبها مرتين الطلبات ويستجيب لي الدكتور عمرو بتاع حاله. تمام انا بقول لحضرتك الوضع دلوقتي الوضع هتعملوا ايه يعني؟ الوضع دلوقتي بعتنا بعت التماس لرئيس الجامعه باليد رحنا عشان نروح رئيس الجامعه ما فيش نقابله بعت التماس باليد رئيس الجامعه بتاريخ 14/7 تحت رقم صندوق 366 وطبعا بعديها بثلاث ايام اتصلنا بسكرتيرة رئيس الجامعه جايب الطلب ما حولناه لعميد الكليه. طب انت حولت لعميد الكليه ولا بيعمل الكليه؟ عميد الكليه هو بيطالب. أنا أقصد دلوقتي سؤالي هل حضرتك هتصعد هذا الأمر لأعلى من الجامعة كده لأنه واضح أنه زي ما بقول لحضرتك كان حتى رد الدكتور محمد دورابي على المراسل بتاعنا أنه هو قال له أنه من حقه بس الموضوع في إيد نائب رئيس الجامعة. وإحنا طبعا يعني أنا حتى تسألت وكان نفسي يكون معنا أسأله يعني المفترض أن سلطة رئيس الجامعة فوق سلطة النائب فلو أشر يعني لو عمل تأشيرة رئيس الجامعة بأنه هذا بأن بشوي من حقه أن يتم تعيينه المفروض أنه يرضخ لهذا نائب الرئيس يرضخ لهذا الكلام. فواضح حضرتك أن الموضوع دلوقتي إيه هيوقف. هل هتصعده أكتر من كده؟ الورق كله دلوقتي عند نائب رئيس الجامعة لو صعده لرئيس الجامعة هو اللي فيه كل شيء هو اللي بيعين وهو اللي بيعمل يعني رئيس الجامعة بيصدر على الموضوع ده يعني الموضوع طيب. كله ما تصعبوش ما تجيبوش زي ما بتقول. فحاليا دلوقتي رفعت قضيه عند الدكتور وش صهيل
عشان يشوف حد جابني. يعني انت رفعت قضيه عند القضاء الاداري دلوقتي ان في حق مهضوم لابنك؟ عموما تمام يا استاذ زارع، احنا كده تقريبا فهمنا الوضع وفهمنا حضرتك وصلت لغايه فين، ويمكن احنا بنعرض هذه المشكله لانه فعلا احنا مش يعني كان نفسنا ان الامور دي بعد الثوره تتغير، انه ما ينفعش انه برضو يتم يعني تخطي حق قبطي في انه يعين في الجامعه وهو متفوق، وان القسم بتاعه محتاج فعلا انه يتعين في هذه الشعبه، شعبه التصوير. احنا هنا زي ما بنقول بنعرض الموضوع مش كم يعني كموضوع شخصي، احنا قلوبنا مع ان شاء الله ربنا يرجع حق بشوي استاذ زارع، لكن احنا برضو بنعرض الامر ان احنا ما نحبش ابدا كنا ان احنا نسمع اخبار تاني زي ده، وخصوصا بعد الثوره. فهنتابع مع حضرتك إن شاء الله، ونتمنى أنه نبارك لبشوي تعيينه في هذه الجامعة إن شاء الله، جامعة كلية فنون جميلة، جامعة جنوب الوادي. وبنشكر حضرتك جدا أستاذ زارع، ونقدر نقول أن احنا طرحنا تقريبا كده المشكلة أعزائي المشاهدين، وبنناشد المسؤولين بالنسبة لوزير التعليم العالي أو وزير يعني الوزير المعني بشؤون الجامعات أنه يهتم بهذا الأمر، وأنه هناك يعني يوجد حق دلوقتي مسلوب للطالب بشوي زارع عبد الحنون. ننتقل لموضوع آخر أعزائي المشاهدين، ويمكن إحنا زي ما اتفقنا إحنا هنبقى مع حضراتكم ما بين مواضيع التحرير وما بين المواضيع القبطية. وطبعا إحنا في انتظار زي ما قلت لحضراتكم عندنا موضوعين قبطيين تاني، موضوع أبو قرقاص وموضوع كمان سمالوط، وعايزين نعرف برضو التطورات وصلت لإيه بالنسبة لموضوع سمالوط اللي كان فيه اشتباكات، وللأسف حتى في بعض الأخبار برضو أنا كنت قلت لحضراتكم وفكر حضراتكم تاني إن الاشتباكات دي كانت نتيجة إن في جرس تركب في كنيسة في قرية، وبدأت والناس كانوش بعض الناس يعني من المسلمين ما كانوش راضيين على ده، وبعدين ابتدت تحصل زي نقول تلاكيك على أي حاجة بقى، وحصلت اشتباكات وستة أصيبوا، وكان في نداء يعني أرسله لنا المرة اللي فاتت أبونا استفانوس شحاتة. ولو أبونا ما كانش مقدرناش نتواصل معاه النهاردة، عايزين نعرف برضو التطورات وصلت لإيه، والستة المصابين أخبارهم إيه. هنقرأ برضو هقرأ على حضراتكم هذا النداء، على أساس يعني أنا نفسي إن لو أبونا دخل بنفسه يقول لنا برضو النداء، استغاثة برضو للمسؤولين إنه عشان سمالوط ما تحصلش فيها تطورات أكتر، فعايزين برضو نعرف الأمور وصلت لغاية فين في سمالوط. معانا دلوقتي أعزائي المشاهدين على الهاتف، معلش بس قولوا لي مين معانا. تمام، احنا لسه في موضوع بشوي ومعانا استاذ عمار. اهلا بيك يا استاذ عمار، وهو متضامن مع بشوي، بنرحب بحضرتك. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ احنا فهمنا من والد بشوي دلوقتي استاذ زارع المشكله، لكن برضو عايزين نعرف وجهه نظر حضرتك ايه ورايك ايه في هل هناك احقيه فعلا لبشوي في التعيين ولا لا؟ لا، هو بالتاكيد يا فندم بشوي كان خريج السنه اللي فاتت، وكانت معاه تجربه جميله جدا. هو اولا من الطلبه المتفوقين، يعني احنا كان عندنا اكثر من حد، هو كان من الطلبه المتفوقين جدا والمتميزين بشكل واضح. يعني حضرتك في نفس الاسم يا استاذ عمار؟ يعني حضرتك في نفس قسم شعبه التصوير؟ المعيد اللي كنت بتدرس؟ المعيد اللي كنت مباشر. تمام يا استاذ عمار. وهو كان عامل موضوع جميل قوي، بما ان هو كان احنا حتى يعني بنشيد الحريه المطلقه للطالب ان هو يختار المشروع التخرج اللي هو عايزه. وهو كان اقترح مشروع، هو كان بيشتغل شماس في الكنيسه، فكان اقترح ان هو يشتغل على القداس او الطقس بتاع القداس اللي بيتم في المذبح والازياء بتاعه الرهبان والشماسين والكلام ده. واحنا في اداره الكليه او كقسم يعني بتاعه بشكل كبير جدا لحد ما عمل المشروع، وكانت تجربه هائله جدا. كان في نفس الاتيلي اللي كان بيشتغل فيه، يعني ده بحكي المفارقه دي، لان كانت مفارقه جميله جدا، يعني بتاكد ان احنا ككليه ما عندناش اي مشكله خالص في حكايه مسيحي ومسلم. انا كان عندي بنت كنت بتابع معاها المشروع، وكانت بتعمل، هي مسلمه وكانت بتعمل مشروع عن فن الكتاب، فن تهذيب المصحف الشريف، وكان هما الاثنين بيشتغلوا في الاتيليه، وكان بشوي يشغل ترانيم، وكانت هي البنت تشغل القران، وكانوا عاملين حاجه جميله جدا يعني في الاتيليه السنه اللي فاتت. ومشروع بشوي تم بشكل جميل جدا، وهو موجود عندنا في الكليه، يعني معلقينه يعني في مدخل القسم.
اساس ان اول مره حد او طالب يعرض مشروع القداس يعني. واحنا حسينا ان هو الولد يعني كان عايش كويس جدا المشروع وفاهم كل تفصيلات اللي بيحصل في الطقس اللي بيحصل في الصلاه في داخل الكنيسه. تمام. بالنسبه لخطيته فهو المشروع بتاعه اكبر دليل، وهو طبعا طلع الاول على الشعبه بتاعته. واحنا عملنا استفتاء، كان في استفتاء عملوه الطلبه والموحدين، ومضت عليه الطلبه والموحدين ان كل الطلبه او كل الموحدين كمان يعني المرجحين ان بيشوي بما ان هو ولد متفوق وطلع الاول على القسم بتاعه فمن حقه ان هو يتعين. ده بمنتهى البساطه يعني. طب انت تنصحه بايه دلوقتي؟ هو والده قال انه دلوقتي وصل الموضوع لقضيه، يعني المفترض دلوقتي نقدر نقول ليه؟ يعني احنا كان نفسنا الاستاذ دكتور عبد الفتاح هاشم يكون معانا، بس واضح طبعا يعني حاولنا فعلا الاتصال ما ردش. فحضرتك تنصحهم بايه دلوقتي علشان يرجع هذا الحق اللي بيشوي؟ والله يا فندم يعني موضوع ان هو يرفع قضيه، فهو ده طبعا حقه يعني ان هو يرفع قضيه يطالب فيها ان هو يتعين، لكن احنا ككليه اعتقد ان احنا ما عندناش اي مشكله تعيين بشوي، ده بالعكس احنا حابين ده، ولا ما كناش يعني احنا من البدايه وهو طالب ساندنا ان هو يعمل مشروع ويشتغل في حتى لو كانت حاجه مثلا يعني داخله في موضوع الدين. طيب يعني ممكن يكون في مساعي دكتور عمار، او يعني ممكن يكون في مساعي دلوقتي حضرتك، واللي انا فهمته برضو زي ما قلنا ان دكتور محمد عرابي يعني اشاد بانه فعلا بشوي متفوق وانه من حقه انه يتعين. فهل دلوقتي ممكن تتم مثلا اجتماعات او يعني نقول لجنه من الجامعه علشان تحل هذه المشكله بدل ما ندخل في القضاء والامور اللي هي يعني تتصاعد؟ يعني اعتقد ممكن تتحل العمليه دي في الجامعه نفسها. ممكن يا فندم، لان هو بس يعني ما اعرفش، ممكن يكون هو قصده من فكره القضيه ان هو يحفظ حقه، يعني ان هو يحفظ حقه في التعيين، لان هو ليه حق لسه لمده سنه كمان، ان هو ليه حق ان اي طالب بيتخرج وبيترشح من قبل الكليه بيبقى ليه حق لمده سنتين ان هو يتعين. فهو طبعا لسه قدامه سنه، هو دلوقتي في الجيش ولسه قدامه سنه كمان، فممكن طبعا في خلال السنه، بس هو وارد ان هو يكون رافع القضيه عشان خاطر يحفظ حقه، لان لو في حد من الدفعه اللي بعده التراكمي بتاع الخمس سنوات كان ازيد منه، فهو اللي بعده ده بيبقى ليه حقيه عنه. لكن اعتقد ان هو يعني طبعا مش دارس قانون، لكن ان هو يرفع قضيه فهو بيحفظ حقه في التعيين. تمام. انا بقول لحضرتك يعني ايه امكانيه انه الموضوع يحل في الجامعه نفسها ويعود لبشوي حقه في التعيين؟ يعني بقول لحضرتك ايه امكانيه ده؟ وتنصح الاستاذ مزارع والده وبشوي بايه يا ترى؟ والله يعني هو يعني دلوقتي احنا يعني في الجامعه انا ما اقدرش ان انا اقول، يعني ما اقدرش ان انا اقول ايه اللي انا ممكن اقدر يعني ما يقدر يعمله اكتر من ان هو يرفع القضيه ان يحفظ حقه، لكن انا اعتقد ان ممكن رفعه للقضيه دي ممكن يكون يعني يجيب له حقه، يعني ممكن نكون احنا متضامنين معاه ده، واحنا كل اللي احنا نقدر ناكده ان بشوي ليه حق في التعيين بما ان هو طالب متفوق، واحنا كشعبه وكقسم وباداره الكليه موافقين على تعيينه. طبعا ما عندناش اي مانع على تعيينه، بل بالعكس احنا بنأيد ده، لكن انا ما اقدرش يعني اقدم له نصيحه اكتر من ان هي عموما ان هو اوريدي راح رفع. تمام. لا يعني هو انا حضرتك هو يمكن ده انا سالته قال ذكر ده، لكن طبعا لو الموضوع اتحل في الجامعه ده اكيد هيبقى افضل. وبنشكر حضرتك شهاده حق من دكتور عمار يعني كمعيد لبشوي، واعتقد ان الشهاده دي يعني ان شاء الله تكون برضو، وانه حضرتك واضح انه انت معضد ليه جدا، وان شاء الله ربنا يسهل ونحاول يعني ونقول ان هنتابع، ويمكن ربنا يسهل ان شاء الله والموضوع يتحل جوه اداره الجامعه وما يحتاجش للتصعيد، ويعني نقول في القريب العاجل نبارك لبشوي بإذن الله. بنشكر حضرتك جدا على هذه الشهادة الرائعة فعلا من المعيد الدكتور عمار أبو بكر معيد بشوي. بنشكرك يا فندم جدا. وأعزائي المشاهدين طبعا برضو في النهاية احنا بنقول أي حق لأي شخص ضايع برضو طبعا هو بيسعى في الأمور الطبيعية والأمور اللي هي بالنسبة للجامعة وكل ده، لكن برضو الصلاة
قوية جدا، وعايزين صلوات من أجل النبي شو يستحق أنه يتعين، ومن أجل أي واحد برضو. يمكن دي قضية إحنا عرضناها دلوقتي، لكن ممكن يكون في حقوق أخرى لناس تانية في أماكن تانية مسلوبة. وإحنا دايما بنشدكم عايزين المشاهدين أن أي حد عنده مشكلة وحابب أن إحنا نعرضها، ممكن أن هو يبعت لنا على الإيميل بتاعنا info@karmatv.com، أو في إيميل تاني كمان karmanews@yahoo.com، أو عن طريق الفيسبوك وعن طريق صفحتنا على نشرة أخبار الكارما، أو بالاتصال بالتليفونات بتليفوننا تليفون القناة اللي بيظهر قدام حضراتكم على الشاشة. فإحنا بنصلي، وزي ما بنأكد أن إحنا مش كقضية فردية، لكن إحنا نفسنا أن كل واحد ياخد حقه في مصر، وخصوصا بنقول بعد ثورة 25 يناير، وما يبقاش في موضوع أنه قبطي ومسلم أخذ مكان قبطي، والكلام ده إحنا كنا بنسمعه من زمان قوي، فنتمنى ما نسمعوش تاني. زي ما قلت لحضراتكم إحنا في انتظار بقية الأمور بالنسبة للمواضيع الأخرى، لكن برضو حابة أني أعرض على حضراتكم بعض الأخبار بالنسبة للتطورات اللي حصلة بالنسبة زي ما قلت لحضراتكم في التحرير، أو بالنسبة لأي حاجة. في منشور كان غريب شوية، كان بعد الواقعة بتاعت العباسية كان بدأ يوزع في المترو. فالمنشور ده احنا انتشرت برضو على المواقع صورة منه، واحنا عندنا صورة منه. المنشورات دي كانت بتطالب بانه طاعة الحاكم العسكري باعتبارها طاعة لله ورسوله، وزي ما بقول لحضراتكم كان طبعا برضو دي كانت حاجة شوية الناس توقفت عندها. مين اللي مطلع المنشور ده؟ هم بيقال انه مجموعات سلفية، وانه اتوزع بشكل مكثف. يعني ممكن نشوف برضو المنشور قدام حضراتكم، انه توزع بشكل مكثف جدا في محطات المترو وفي مصر كلها، وان الواجب ايه هو الواجب على شعب مصر تجاه المجلس الاعلى للقوات المسلحه؟ تقديم الشكر والتقدير لهم، وذكر محاسنهم والثناء عليهم، لا الاساءه والاهانه والتامر عليهم، وطبعا مستشهدين باقوال من الرسول، وانه وجوب الثقه بالمجلس فهو صمام امان الامن والامان لمصر وشعبها، وثبت للعقلاء والاوفياء انه احق بالقياده في هذه الفتره الانتقاليه من اي واحد، ولو ادركت القياده في هذه الفتره الانتقاليه للاحزاب تركت للاحزاب والفرق والجماعات والائتلافات المتفرقة المتنازعة المتمزقة المش عارف لأفسدوا البلاد وأرهقوا الشعب بسبب قتالهم على القيادة والملك. ده كان حضراتكم برضو أثار حفيظة ناس كثيرة جدا، وناس كتير برضو علقوا على هذا الأمر أنه المجلس العسكري، ويمكن كان برضو معنا أستاذ نبيل شرف الدين وكثير من المحللين السياسيين قبل كده، أنه المجلس العسكري دلوقتي مش هنعتبره نقول الجيش، والجيش طبعا له إنجازات رائعة لا أحد ينكرها، لكن المجلس العسكري هنا لما بيكون يعني هو الحاكم في هذه الفترة الانتقالية، فكلمة انه هو الطاعة العمياء وانه خط احمر، وانه ان الحاجات اللي كانت كتيرة بتتقال في الفترة اللي فاتت كتير قال لك المفترض انه يقبل النقد، والمفترض ان كل الناس اللي بتنقد المجلس او اي يعني حاجات تمت من قبل المجلس وعليها اعتراضات، وبالتحديد البيان الرسالة الاخيرة اللي كانت طبعا اتهام لستة ابريل، فبالتالي الموضوع هنا ما ينفعش يتقال انه طاعه المجلس من طاعه الرسول. وده الاراء مش ارائي، مش ارائنا ولا اراء القناه ولا رايي انا، لكن اراء المحللين اللي كانوا علقوا على هذا الخبر، انه ما ينفعش انه اي حد حاكم فتره معينه يجب ان يقبل النقد، ويجب ان يتم النقاش لغايه ما نوصل لتواصل، وفي نفس الوقت يكون في حوار من المجلس العسكري وتوضيحات ترضي الشعب عن الامور اللي بتحصل كلها، وانه ما يكونش هناك احكام عسكريه لاي حد ينقد المجلس العسكري، زي مثلا نبيل سند اللي احنا مش ناسيين مشكلته، وانه يعني نفسنا ربنا يسهل كده ويفرج عنه، او مايكل نبيل سند. فعشان كده زي ما بقول لحضراتكم انه كان هذا المنشور غريب شويه، وكان في يعني برضو شيوخ علقت وقالت انه المجلس العسكري مش خط احمر، وانه زي ما قلت لحضراتكم مفيش ما يمنع من انه هو يعني يتم النقاش معاه ويتم نقده في حاله ما اذا صدر عنه اي اشياء، ويتم التحاور. يعني هي دي في النهاية اللي احنا بنقوله، وكتير كانوا بيقولوه ان ياريت المجلس العسكري والسيدة المشير طنطاوي يكون في بيان حوارات اكتر مع الشعب مع الفصائل المختلفة السياسية، وفي النهاية كل الناس بتعمل في حب مصر وفي ان مصر تتحول لمدنية او لدولة مدنية، زي ما حتى نفسه المجلس العسكري كان اقر في كثير من بياناته. فاذا موضوع الطاعة العمياء وانه ندخل برضو الدين في السياسة
أعتقد هذا كثيرين أيضا يرفضونه، لأنه الدين والطاعة والأديان وكل هذه الأشياء في جانب، والأمور السياسية وهذه اللعبة حتى زي ما الكل كتير بيسموها ديرتي جيم، ما ينفعش إنها، أو لعبة مش نظيفة، ما ينفعش إنها تدخل فيها أي ديانة ولا يصدر أي تصريحات من هذا القبيل. تمام، فده برضو بالنسبة للموضوع بتاع المنشورات. هننتقل لموضوع سمالوط، وبنشكر ربنا ان معانا دلوقتي قدس ابونا استفانوس شحاته. بنرحب بقدس ابونا، مساء الخير استاذ، اهلا بيك. احنا كنا نفسنا تكون معانا الحلقه اللي فاتت بس التليفونات او كده، فقول لنا المشكله، يعني ادينا فكره برضو يا ابونا استفانوس لاي حد يكون بيشوفنا لاول مره ومش عارف ايه المشكله اللي حاصله ووصلنا لغايه فين. المشكله في قريه اسمها قريه يعقوب بزاوي تبع مسجد سمالوط. القريه دي فيها مسيحيين يعني حوالي اكثر من 90، يعني حوالي 75% او 70% مسيحيين و 30% مسلمين. كان في كنيسه عندهم، الكنيسه دي عملوا لها احلال وتجديد، يعني فركبوا جرس وكده. اذا كان الكنيسه الجديده او الجرس اثر بعض المسلمين حاجه زي كده، فكان في احتدام بينهم. من حوالي 3 ايام بالظبط حصل ان في يعني ست مسيحيه اسمها رعوز كانت ماشيه اعترفها واحد مسلم في الشارع، فبتقول له لو سمحت يعني عدي، فراح ابتدى يشتمها ويسد ويلعن فيها وبعدين ضربها، وكل ده يعني كان بدايه الشراره ان هو بعد ما ضربها ضربها في الشارع. يعني حضرتك هذا الشخص ضرب هذه السيده في الشارع، وكل الاجل يعني الاجرام بتاعها انا جيت له اوعى يعني عدي لو سمحت، يعني ده ازاي تقول له تعدي، وابتدى يسد فيها وضربها في الشارع. فاخو البنت المسيحيه دي رعوز ابتدى يعني يقول ازاي تضرب اختي، فراح ماسك حديده وضربه في راسه، يعني فتح راسه، خد حوالي 20 غرزه. خلاص الاخ خد اخته ان هو متعور، وراح الاخت طبعا متعور رعوس لانه ضربها ضرب مبرح برضه، وردوهم المستشفى. وست المسيحيين على كده فوجئوا بقى الساعه 12 ظهرا المسلمين مجموعه كبيره خالص مستنيين الناس لما تيجي من الارض الزراعيه بتاعتها، وابتدوا يضربوا فيهم حوالي 8 في المستشفى، وحوالي 2 سيدات برضه اتضربوا. الامن طبعا كعادته بيجي متاخر، ومن ضمن الحاجات اللي حصلت في الامن ان ولد مسيحي بيسال واحد ظابط يعني عامل نفسه مسلم بيقول له حضر الظابط انت سايبهم بيضربوا بعض ليه، مش تدخل تخلص؟ قال له لا يعني سيبهم لما يخلصوا عليهم، بس الجيش بيقول كده يعني هو سايب الناس تضرب وسايب الدنيا كده في اليمن، وده دايما عاده الجيش يستنى لما المسلمين يخلصوا على المسيحيين ويضربوهم تماما وبعد كده يبتدي يتدخل. المثير بقى في الموضوع ان لم ياخذوا واحد مسلم رغم كل هذا حصل، 8 راحوا المستشفى واتضربوا وما خدوش ولا واحد مسلم، والمفروض اللي عمل الفتنه ده اللي عمل الموضوع ده المفروض يتحاكم من الاول طبعا، اللي هو واخد غرز لانه ضرب يعني اخوها، طبعا ضربه لانه ضرب اخته في الشارع. يعني اصلا احنا دلوقتي بقينا واضح انه ما حدش بياخد حقوق حد، وابتدت الناس تدخل في انه كل واحد ياخد حقه بايده، فبقت صعب. مدام منى الدكتوره منى، اللي ضرب المسلم، اللي ضرب المسلم مش المسيحي. ما انا بقول لحضرتك اللي ابتدى المسلم، وزي ما لسه حد قدسك بتقول يا بونا ان هم حتى في الاشتباكات الاخيره ما تقبضش على ولا واحد مسلم، والجيش وحد من القيادات الجيش يقول الكلام ده سيبوهم يخلصوا عليهم. فهنا الفكر، ودي مش اول واقعه تحصل، انتوا كان عندكم وقائع قبل كده، والدنيا كلها دلوقتي واضح انه الناس حاسه انه في حقوق مهضومه، يعني انه فهو معذور. يعني انا بقول الاخ المسيحي ده دلوقتي لما ضرب عشان خاطر اخته، فبرضه اللي ابتدى هو ده اللي كان المفروض دلوقتي يتم القبض عليه، اللي بدا المشكله دي من الاول خالص. اللي اتضرب المسيحي مش المسلم، المسلم ضرب اخو رعوس عشان دافع عن اخته. لا ثانية واحدة، يعني اللي خد 22 غرزة ده اخو رعوس. اخو رعوس، انا بقول لك اخو رعوص، وعشان يعني كمان ازاي تضرب اختي؟ قال له بس كده يعني مش ضربه. اصل انا فهمت، انا اسفه يعني انا فهمت انه حضرتك كان ضربه او حاجه فراح. طيب يعني دلوقتي البنت اعتدى عليها
واخوها اخذ 21 يعني الضرب ادى ل 22 غرزه، وهذا الشخص المسلم حر طليق دلوقتي برضه. بالظبط كده، وهم يعني مجموعه منهم راحوا ابتدوا يستنوا المسيحيين لما يجوا من الاراضي الزراعيه بتاعتهم وضربوهم. في 8 في المستشفى، اللي واخد كسور في دراعه، واللي واخد شرايح، واللي واخد غرز في راسه، وفي 2 سيدات برضه اتضربوا لسه في المستشفى يا اتسابونا. لسه الثمانيه في المستشفى، مازال منهم خرجت امبارح، وفي ناس لسه ما زالت في المستشفى. طيب كل بقى الموضوع ده حضرتك قدسك بتقول لي دلوقتي ردود الفعل بالنسبه للشرطه والجيش، لم يتم القبض على اي حد؟ طبعا ما تمش القبض على حد. كمان يعني الحاجه اللي تثيرك اكثر، ان امبارح يعني في بعض الاخوه اللي هم في البلد كانوا بيتحايلوا وعلى المسلمين انهم يمضوا عشان يقعدوا جلسات عرفيه. يعني هو طبعا احنا بنضرب وجلسه عرفيه خلاص يعني كلمتين، وطبعا ده ما يتم، وما عندناش غير جلسات عرفيه، لان ما فيش اي حد بياخد يعني اي قرار ولا اي الدم المسيحي سهل ان هو يعني يسال على الارض، لكن لو دم واحد مسلم يعني نقطه بس تساوي العالم كله طبعا، وده اللي احنا عايشين بيه الايام دي. ففي جلسه عرفيه هتتم يوم الاحد، ومعروفه نتائجها ان المسيحيين يعني غلطانين، وازاي يعني الست المسيحيه دي تقول للاخ المسلم اقعد من الطريق، يعني اكيد طبعا هيطلع الحج عليها. طب انت قدسك بتقول لي ان مين اللي كان طالب للجلسه العرفيه؟ يعني الامضاءات دي مين اللي بيجمعها؟ يعني ده بعض المسيحيين هنا اللي تطوعوا بانه يخلصوا الامر، ولا ايه اللي تم؟ لا، هو بعض المسيحيين وبعض المسلمين في صمالوط نفسها بيحاولوا يخلصوا الامر عشان الموضوع ما يكبرش اكتر، لان كل يوم كان الشباب بيجمعوا نفسهم عايزين يروحوا الكنيسه، هيبقى في احتدام اكتر. لو ما تمش كده هتحصل حاجات اكتر من كده، هيحصل المسيحيين يتضربوا كل يوم. طيب الرساله اللي قدسك عايز توجهها من خلال قناتنا دلوقتي للمسؤولين، وعايز تقول لهم ايه يا قدسابونا؟ كفايه يعني خلي فيه بقى سياده القانون والجيش يتحرك والشرطه تتحرك. اللي بيحصل ده بسبب ان الجيش والشرطه بيسيبوا المسلمين يعملوا اللي عايزينه، مش كده؟ يعني خافوا على مصر. كفايه اللي بيحصل ده في البلد. اقول لك حاجه يا بتصمنة. اتفضل يا ابو تصبون. احنا لما خدنا لما كانوا في التدبير قالوا ان في 48 كنيسه هتتفتح، احنا المفروض خدنا 3 كنايس 3 قرارات. حتى هذه اللحظه لم نستطيع ان نفتح كنيسه واحده ولا جمعيه واحده من اعتراض الاخوه المسلمين، ولم يتحرك الجيش، ولا حتى عسكري راح عشان ينفذ اي قرار. خدنا قرارات على ورق وبس كده. تمام. يعني للاسف الشديد يعني الثلاث كنايس كمان اللي كان المفروض ان انتوا واخدين كمان قرار بفتحهم دلوقتي نتيجه للاعتراضات بعض المسلمين حوالين هذه الكنائس او حول هذه الكنائس لم تفتح الى الان. يعني حتى الوعود، واحنا يمكن قلنا الكلام ده للاسف الشديد، وكنيسه عين شمس يا اتسابونا، عين شمس الغربيه، اعتقد اكبر دليل على ان الوعود كانت للاسف الشديد وعود في الهواء. يعني طيب طبعا يعني الامن، ان قدسك بتناشد الامن والشرطه والجيش انه لو فعلا في يد من حديد، ولو ان اي واحد، وهنا بنقول اي واحد مسلم او واحد مسيحي انه اخطا، يجب ان هو يحاكم، ونبطل حكايه الجلسات العرفيه اللي هي للاسف الشديد ما بتجيبش اي نتائج، بل على العكس. يعني وانا كنت سامعه كمان ان الموضوع بتاع سوهاج قريه اولاد خلف بعد ما كان الموضوع بتاع انتهى بجلسه عرفيه، بيقال ان في مشاكل تانية وربنا يستر ان ما تحصلش حاجات تاني برضو في سوهاج. وكان اللي بلغنا بكده الاستاذ عز توفيق من سوهاج هناك صحفي، وكان برضو قال انه هيحاول يطلعنا يعمل لنا تسجيلات. يعني شوف يا اتسابونا كمان انه بعد، يعني ده اللي بيأكد ان جلسات الصلح العرفية للأسف الشديد لانها ما هياش حاجة قانونية، فما تم يعني في سوهاج بالتحديد بيقال انه في حاجات كتير نقضت من الاتفاقات اللي كانوا متفقين عليها، وفي حاجات ما تنفذتش لانها جلسه عرفيه، فبالتالي ما هياش حاجه قويه، ميثاق قوي نقدر نقول ان هو ده اللي هيمشي زي ما يكون في تفعيل للقانون. بالظبط كده. وطول ما فيش رجع، وطول ما فيش يد من حديد، طول ما فيش حد بيحاكم حد،
سيظل دم المسيح رقيق جدا، وسيظل دم المسيح يسيل على الارض لحظه بلحظه. لان يعني عايز اقول لك حاجه، ان واحد عندنا ضرب واحد مسيحي واعترف في الدم القاضي انه ضربه، وضربه 3 رصاصات ولسه بيتعالج لحد النهارده، ولما يخش قدام القضاء يديله براءه، يعني المسلم ياخد براءه عشان ضرب. انا مش عارف يعني مفيش عدل، مفيش حكم، مفيش حاجه. اتسابونا ده كان امتى معلش؟ يعني دلوقتي واحد فعلا اتضرب والمسلم اعترف انه ضربه وادوله براءه، ده براءه على اساس ايه؟ يعني على اساس انه اعترف ولا على اساس ايه؟ انا مستغرب اي عدل واي قانون في الدوله يدي براءه واحد ضرب واحد هو ومراته وثلاث رصاصات داخل وهو في المستشفى حتى الان وياخد براءه. من امتى الموضوع ده؟ امتى يا اتسابونا؟ الموضوع ده من قبل الثوره بحوالي 3 شهور، والحكم كان لسه قريب. فحاجات غريبه، احنا بنشوف حاجات غريبه في مصر. اسمه ايه مصر؟ فكرنا طيب مصر باسمه الشخص اللي هو اخذ الرصاصات. لو تفتكر اسمه ابراهيم، مش حاته ابراهيم، يعني الباع عندكم. اللي ضرب ابراهيم مش حاته ده طلع براءه حاليا دلوقتي، يعني طلع براءه وزي الفل، مفيش اي، ما خدش ولا يوم حكم. وابراهيم لسه بيتعالج يا اتسابونا؟ الظاهر احنا طلعناه بره علشان يتعالج، لان هو يعني لسه ما زالت الرصاصات والرشاشات في بطنه. انا الواقعه دي انا فاكراها كويس، فاكراها كويس، ان تم الاعتداء كان الساعه 7 الصبح وهو بالموتوسيكل رايح هو ومراته، وتم الاعتداء عليه وضربه لدرجه ان هو بيقول كان في تسجيلات ان انا عملت نفسي اني مت علشان خاطر يسيبوه ويمشي. بالظبط كده، بالظبط كده. يعني احنا فاكرينه كان في الراعي الصالح الاول، وهو حاليا لسه بره مصر بيتعالج يا اتسابونا. بالظبط. يا سبحان الله. طب طمنا برضو على احداث قلوصنا يا اتسابونا، بما ان قدسك معانا، في اي جديد بالنسبه للامور بتاعه قلوصنا ولا برضو خلصت بالجلسه العرفيه؟ برضو احنا في ناس يعني هم مضوا كتير على ان يعملوا جلسه عرفيه، لكن ما زال واحد مسلم معترض علشان في رشه دخلت في عين ابنه، لسه بيعمل عمليات عشان في تجمع دمه في عينه، فهو مش راضي، عرض انه ياخد 100,000 جنيه، وعرض ان هو يعني ياخد دية عين ابنه وكده، هو رفض الصلح لحد النهارده، فلحد النهارده لم يتم عمل جلسه قصريه بالصلح. وبرضه القانون هو كان فيه محبوسين بتهيألي مسيحيين في القضيه دي، وكانت الجلسه العرفيه عشان يتم الافراج عنهم، مش كده؟ بالظبط كده. لسه طبعا محبوسين يا اتسابونا؟ محبوسين عشان يتم الصلح. وان في النهايه يعني الموضوع هو عشان يطلعوا من الحبس لازم يكون في جلسه عرفيه. بالظبط كده. تمام. مش عارفه اتسابونا، احنا بنشكرك طبعا، وللاسف الشديد كل هذه الاحداث، وقدسك عندك حق تماما في النداء انه انقذوا المسيحيين في صمالوط وفي كل حته، بانه يكون هناك تفعيل للامن، ويكون هناك قانون ويد من حديد على كل من يخطئ. دي كانت التطورات اللي في صمالوط، ونتمنى طبعا انه ربنا يمد ايده ويعطي يعني يرجع الحق لكل، زي ما بيقول اتسابونا دم القبطي، وكان قداسه البابا شنوده حتى قال دم القبطي مش رخيص. فنتمنى طبعا انه القانون، والقانون السماوي اكبر من اي قانون، واحنا شفنا يعني كتير الحاجات اللي حصلت في الفتره الاخيره، ومن ضمنهم طبعا حبيب العدلي والمواضيع بتاع اسكندريه، وان هو فين دلوقتي، وان ربنا لو هو ساكت لكن بيبقى له وقت عشان يتدخل. وبنقول ان في كل حاجه ليها حكمه، يعني كل حاجه بتحصل تحت الارض بسماح من ربنا، لكن كل حاجه ليها حكمه. هناخد فاصل اعزائي المشاهدين وننتقل لموضوع اخر. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، وهنستكمل مع بعض الأحداث بتاعة التحرير والقوى الإسلامية والتوحد والسبع مطالب وبيان ثورة الغضب. ومعانا دكتور عماد جاد الخبير الاستراتيجي. بنرحب بحضرتك دكتور عماد. أهلا بحضرتك.
الناس في الفترة الأخيرة شوية دكتور عماد كانوا متلخبطين، معرفش حضرتك هل لاحظت ده ولا لأ؟ والدعوة اللي كانت الأول داخلة بأنها دعوة الشريعة وبعدين الجمعة اللي جاية، وبعدين كان ناس برضو قلقانة إنه إيه اللي هيحصل، يا ترى هيحصل اشتباكات بين الناس اللي في التحرير، والتخوين طبعا اللي كان في الفترة اللي فاتت دي كلها للناس اللي في التحرير دول ومنهم حركة 6 أبريل، وبعدين لقينا في الآخر آخر أخبار إنه اتجمعت الفصائل اللي كلها مع بعض وسموها جمعة لم الشمل. رأي حضرتك وتحليل حضرتك لكل ما يحدث ده يا دكتور عماد؟ هو أولا النشاط الأساسي في الضغط على المجلس العسكري بيأتي من القوى المدنية، القوى المدنية من يسارية وليبرالية. هذه القوى حتى تكون الأمور واضحة أنجزت إنجازات هائلة حتى الآن. لدينا ثورة ليست لها قيادة وليست لها القدرة على الفعل بمعنى القوة، القوة بيد المجلس العسكري. المجلس العسكري كان يعمل حتى وقت قصير مضى على أن ما حدث في مصر اعتبارا من 25 يناير حتى 11 فبراير هو عملية تغيير وإصلاح وليست ثورة. تغيير وإصلاح بمعنى أقرب إلى نموذج ترميم المنزل، الثورة أقرب إلى هدم هذا المنزل المتصدع وبناء منزل جديد. طوال الوقت المجلس العسكري يسعى لتكريس فكرة أنها عملية إصلاح وتغيير أطاحت بسيناريو التوريث وبعض الفسدة وبعض الإنجازات تحققت من سنة ناصر رئيس الجمهورية 4 سنين فقط لدورتين وما إلى ذلك وفتح الانتخابات الحرة. لكن للأمانة الشديدة لابد أن يكون واضحا أن القوى المدنية وتحديدا الشباب بذلوا جهودا هائلة للضغط على المجلس العسكري في المظاهرات والمسيرات والاعتصامات. القوى الإسلامية كانت غائبة تماما عن هذه المسيرات والمظاهرات والاعتصامات، وعند لحظة معينة أراد المجلس العسكري توظيف القوى الإسلامية في مواجهة القوى المدنية، فبدأت تصدر حينما خون المجلس العسكري حركة 6 أبريل الجماعة الإسلامية وبعض التنظيمات السلفية تخون لأنها وجدت ضمتها المنشودة في هذا البيان 65 المجلس العسكري بتخوين مجموعة 6 أبريل. اللي حصل أن القوى السياسية المدنية والأحزاب الجديدة كالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وغيره من الأحزاب تشكلت بعد 25 يناير وقفت بجانب الشباب، ردت في كل وسائل الإعلام الممكنة على المجلس العسكري وقالت البينة على من ادعى، إذا أنتم لديكم أدلة على أن 6 أبريل أو كفاية تحصل على تمويل أجنبي قدموا ما لديكم من أدلة وبراهين إلى القضاء المدني إلى النائب العام إلى القضاء المدني وليس العسكري وليحقق فيها. فاكتشفنا أنهم ليس لديهم أي أوراق أو أدلة أو اتهامات وأنه مجرد استمرار لسياسة التخوين القديمة. هنا نجحت القوى المدنية في الدعوة في حزب الوفد لتجمع ضخم من أكثر من 30 قوة سياسية وحزب سياسي في الوفد، وكان من بينها أيضا حزب الحرية والعدالة الخاص بجماعة الإسلام المسلمين، وصدر قرار برفض التخوين ورفض تكوين 6 أبريل ورفض تكوين حركة كفاية وأيضا رفض القانون الانتخابي أو النظام الانتخابي الذي أصدره المجلس العسكري اللي هو قانون مجلسي الشعب والشورى 50% قائمة نسبية و 50% فردي. تمام. بعد كده بدأت تتقدم القوى الإسلامية وتقول إن احنا ننزل، لأن مع ضغوط الشباب والقوى المدنية تم التوصل إلى أو إقناع المجلس أو إجبار المجلس على تبني فكرة المبادئ فوق الدستورية بتتكلم عن الدولة المدنية والمواطنة والمساواة، وايضا تم الاتفاق على ان هناك طريقه معينه لتاسيس الجمعيه التاسيسيه التي تتخضع الدستور وانها ليست متروكه لمن يفوز بالانتخابات يشكل الجمعيه ويضع الدستور على هواء. اذا الجمعيه التاسيسيه التي تتخضع الدستور هناك قواعد جديده لتشكيلها بحيث تضم كل الوان التاسيس في المصري، هذه نقطه. النقطه الثانيه ان الجمعيه التاسيسيه لم تضع دستورا على هواها بقدر ما هناك قواعد ومبادئ حاكمه للدستور. هنا يعني استشاطت الجماعات الدينية غضبا وقالت وضع مبادئ فوق دستورية ده معناه إلغاء هوية البلد ومعناه إلغاء الهوية الإسلامية ومعناه وبالتالي بدأوا الحشد لي على الخروج في مظاهرات الجمعة. للأمانة أيضا القوى المدنية والشباب وستة إبريل لم يتراجعوا أمام هذه التهديدات، فأصبح عندنا حالة من حالات توازن الرعب المتبادل، يعني القوى المدنية تحشد والقوى الدينية تحشد. هنا تمام. كانت مسيرة مجموعة 6 أبريل إلى المجلس العسكري
وتم ترتيب الاعتداء عليها. ولا أعتقد أنها بعيدة عن التنسيق مع المجلس العسكري، لكن في المحصلة النهائية توافقت غالبية القوى السياسية المصرية على إدانة مجزرة العباسية والمطالبة بتحقيق شريعة حول هذا الأمر، والمجلس القومي لحقوق الإنسان يحقق في هذا الأمر. وبعد أن كانت هناك موجة لتكوين 6 إبريل والقوى المدنية، اكتسبت هذه القوى شرعية إضافية في عيون الكثير من القوى السياسية. إذن وصلنا لحالة من نسميها توازن الرعب، فكل طرف خشي. خلال الأيام الثلاثة الماضية كانت هناك اتصالات مكثفة ليل نهار بدون مبالغة بين الجانبين، بين القوى المدنية والقوى الدينية. وتم التواصل من خلال الاتصالات دي لترتيبات معينة، بأن كل طرف لا يرفع شعاراته، وكل طرف يعني يركز على الشعارات التوافقية بمعنى حفظ أمن مصر واستقرار مصر. حلو تمام بالضبط. وبالتالي لا الإسلاميين هرفعوا شعارات إسلامية ولا المدنيين هرفعوا شعارات عن الدستور. تفاهمات أولية مع تجنب الصدام. تفاهمات لغاية دلوقتي. إلا يحصل يوم الجمعة الجاية، أتمنى أن ده يحصل، لكن ممكن حد يخرج عن هذه التفاهمات المبدئية، واحنا بنتكلم على مظاهره ممكن يبقى فيها مليون في التحرير وميادين ثانيه، فاي خطا اي غلطه صغيره ممكن تحولها لا قدر الله للمجزره. طيب ما هو من ضمن السبع مواد التوافقيه دول يا دكتور عماد استوقفني اللي هو رقم 5، ان هم برضو بيقولوا ان احنا رافضين قيام المجلس العسكري بوضع تشريعات واصدار قرارات وقوانين بشكل منفرد يؤثر على مستقبل مصر، زي قانون المجلس ووضع المحددات الجمعيه اللي بتتبع الدستور وقانون يجرم المظاهرات والاعتصام. يعني هنا برضو الحته اللي هي محددات جمعيه لوضع الدستور، يعني دخلت برضو الاعتراضات على الجمعية التأسيسية للدستور. لا. نعم لا. ولا ده أنا كده فهمته غلط؟ اتفضل. لا، هو متصاغ صياغة تتفهم غلط، مش حضرتك اللي فهمتيه غلط. هو صياغته يعني أنا أعلم تماما إن ده مطلب توافقي ما بين الناس اللي رافضة المبادئ فوق الدستورية وبين الناس المتمسكة بالمبادئ فوق الدستورية، فتم صياغته بحيث إن لو إنه نمرة واحد كل طرف ياخد مكسب. القوى المدنية خدت مكسب بأن يتوقف المجلس العسكري عن إصدار قوانين من جانب واحد لازم ياخدها بالتشاور. يعني أنا كنت عضو في لجنة النظام الانتخابي في مؤتمر الوفاق القومي اللي كانت بتناقش النظام الانتخابي. التوصية اللي اتخذت بالإجماع أن يكون الانتخاب بالقائمة النسبية 100%. فجئنا للمجلس العسكري بأنه عملنا 50% قائمة نسبية و 50% فردي، يعني بيفتح الطريق للفلول الوطني وللنصابين واللي معاهم فلوس والبلطجية أنهم ما يدخلوا تاني، يعني نفس النظام القديم. بالظبط. لأن المجلس في الحقيقة عشان نفهم ديت، المجلس عايز مجلس شعب وصورة جاي أقرب لمجالس مبارك، وبالتالي يقدر يتعامل معها ويتحكم فيها على قاعدة موافقون موافقة. يعني لما يجيب لي 50% عمال وفلاحين، كانت التوصية اللي تقدمت إلغاء 50% عمال وفلاحين. هل يعقل مصر في 2011 المجلس هي شعب وصورة بتوعها اللي بيشرعوا للبلد أكثر من 50% منهم لازم يكون عمال وفلاحين؟ بتهريج بصراحة. و50% فردي ببلطجه. طيب مش في فصائل اسلاميه كانوا راضيين عن هذا القانون يا دكتور عماد؟ ما هو متفقين تماما مع اللي عايزه المجلس. ما هم عارفين كويس قوي ان هم دلوقتي بيلعبوا لعبه واضحه، انه كل ما يقوله المجلس حلال، واحنا مع المجلس ظالما او مظلوما. جاريا على قاعده يعني انصر اخاك ظالما او مظلوما. هو هم بيعتبروا المجلس بتاعهم، بيتعاملوا معاه لانه كده. فبالتالي يعني مثلا حد زي الجماعه الاسلاميه يقول لك مستعدين ننزل يوم الجمعه ونلتزم بالشروط دي، بس بشرط ما فيش كلمه تترفع ضد المجلس العسكري. المجلس العسكري ده مجلس مصري، يعني اذا حد بيقوم مقام رئيس الجمهوريه بيحكم ده رئيس الجمهوريه، اذا حد ينتقده ما ينتقده. يعني ايه ما حدش ينتقد المجلس العسكري؟ شفت حضرتك المنشورات اللي بتوزع في المترو اللي بتوزع دي برضو، انه بيقول لك طاعه المجلس العسكري من طاعه الرسول، وانه خط احمر، وانه اللي بيحصل ده كله مش مظبوط، وان لازم الناس تطيع المجلس العسكري طاعه عمياء. ما خلي بالك ده جزء من القوى، القوى دي اساسا كانت ضد الثوره. لان الفكر بتاعه انه لا يجوز الخروج على ولي الامر، يعني بيتعامل مع مبارك على انه ولي امر، وبيتعامل مع مجلس على انه ولي امر. فده فكر موجود، بس للامانه مش موجود عند كلهم، يعني بس عند غالبيه من الجماعات الدينيه والتنظيمات السلفيه ده فكرهم. لكن خلي بالك ان دوت
قبول بشرع الله. طيب نرجع نعم تمام نكمل الجزء اللي حضرتك بتقول دلوقتي من الصياغه انه حضرتك بتحاول دلوقتي طبعا تقول لنا انه القانون بيحاول يوصلوا للتوافقات ان القوى المدنيه تكسب حاجه في التوافق ده وان القوى الاسلاميه تكسب حاجه فاللي هو اتفضل. هو الجزء الاولاني الخاص بانه مكسب كبير جدا ان المجلس العسكري لا يصدر القرارات منفردا ولا تمام. يصدر القوانين منفردا يعني يصدرها بعد التشاور مع كل القوى السياسية. النقطة الثانية يعني ده ممكن نطبقه على المبادئ فوق الدستورية ونطبقه على قواعد تشكيل الجمعيات التأسيسية إن ده يتم بالتوافق. تمام. يعني يتم من خلال التشاور مع القوى السياسية لأنه الخوف إيه؟ إن إحنا نتكلم وفي الآخر المجلس يروح مطلع قرار زي ما هو عايز. يعني اتكلمنا قلنا 100% قيمة نسبية راح مطلعها 50-50 قلنا الغي 50% كوتة عمال وفلاحين 50% راح لغي كوتة المرأة يعني فالقرارات المنفردة دي كارثة. فده المكسب انه هنا لا ينفرد رفض قيام المجلس العسكري بوضع تشريعات واصدار قرارات وقوانين بشكل منفرد. ده حلو قوي. هو ده المكسب الرئيسي. الجزء الثاني بقى بتاع انه وضع المحددات الجمعية التي تتبع الدستور. انه دوت هيتم من خلال التوافق العام يعني الاخوان مثلا يعني انا شاركت في اكثر من لقاء تلفزيوني كان في عناصر من الاخوان ومن قيادات الاخوان بيقولوا احنا مش رافضين فكره مبادئ فوق الدستوريه بس تعالوا نتناقش عليه كويس. فبعض الناس حتى اقترحت ان بعض القوى الاسلاميه بتاخد بالذات الاكثر يمينيه وتشددا بتاخد فكره المبادئ فوق الدستوريه ويقولوا للناس زي ما قالوا للناس ان لو قلت نعم في لا على التعديلات الدستوريه يبقى بتلغي الماده الثانيه فيقولوا له مبادئ فوق الدستوريه دي معناها الغاء الماده الثانيه. ففي بعض الناس اقترحت يا سيدي والماده الثانيه تبقى مبادئ فوق الدستوريه يعني مش هتتمس بس يبقى في حاجه اسمها مواطنه في حاجه اسمها مساواه في حاجه اسمها دوله مدنيه. فاقصد اقول انه من خلال الحوار ممكن التوصل لتفاهم عام. اللي انا عايز اقوله لحضرتك باختصار ان بعض القوى الوضع الراهن في مصر دلوقتي كالتالي. بعض القوى اللي كانت شايفه انها لو دخلت الانتخابات هتاخد اغلبيه وتكتسح بطلت تفكر بالطريقه ديت وعرفت ان المساله مش كده. وبعض القوى اللي كان البعض بيظن انها ضعيفه المساله مش كده. فدلوقتي الدعوات اكثر لخلونا نتفق خلونا نقعد مع بعض خلونا نتوافق يعني بعد مثلا على سبيل المثال حزب العداله والحريه بتاع الاخوان كان بيتكلم باعتباره هو الحزب الاكبر وهو المايسترو اللي بيعزف والناس يعني الذي يقود والناس تعزف. حاليا دلوقتي بدا يتكلم على يعني مثلا هقول لحضرتك على نقطه بسيطه هذا الحزب دعا لحاجه اسمها التحالف الانتخابي ان تشكيل لسته من كل القوى السياسيه المصريه وتتوزع الحصص وتدخل انتخابات. فاحنا كحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي رفضنا والمصريين الاخرين رفضوا. ولما جم يتناقشوا ليه يا اخوانا انتوا بترفضوا احنا عايزين نعمل تقاسم سلطه يعني باور شيرنج في الفتره اللي جايه عشان مصر لا تحتمل ان تنظيم او فصيل واحد يحكمها تخلونا نتقاسم السلطه مع بعض. تمام. قلنا لهم اوكي بس المهم تيجي الدعوه من حزب ثاني غير حزب الاخوان. وبدون شروط مسبقه ونقعد نناقش كل حاجه. وافقوا على دوت وبدات الجلسه لحد اللي فات واتفقنا وانه الدعوه تيجي من حزب الوفد وتكون في بيت الامه اللي هي في ضريح سعد زغلول وتمت الجمعه لحد اللي فات واعتقد الحد اللي جاي فيه تكمله دي. في ناس هيقولوا لك برضو يا دكتور عماد ان كان في الفتره الاخيره حزب الوفد كتير كانوا بيقولوا ليه توجهات اخوانيه وان هو كان متحد مع حزب الحريه والعداله. فحضرتك ممكن ترد عليهم ايه في الوقت يعني في الموضوع ده يعني انه انا راجل دارس علوم سياسيه. تمام كويس. ما فيش حاجه اسمها تحالفات دايمه تعلمنا كده. في حاجه اسمها مصالح ودايما التحالفات بتتركز حوالين مصالح مش حب وكره. تمام. ولا دمه خفيف ودمه تقيل. الوفد حزب ليبرالي لما بدا الوفد اتحالف مع الاخوان سنه 84 في الانتخابات اللي اتجرت سنه 1984 وابتعد عنهم. الوفد نتيجه دخوله مع الاخوان واقترابه منهم حصل انشقاق كبير جواه. بالظبط. الكتله الليبراليه المدنيه العلمانيه بدات تنسحب منه. الوفد بيمر بازمه جديده. فكان في تصور اذا في امكانيه لان احنا نعيد الوفد لصداره المشهد مره ثانيه لانه ده يعمل نوع من التوافق بين الكتلتين اللي هي واحده رايحه ناحيه الاخوان وواحده رايحه ناحيه الدوله المدنيه والليبراليه والعلمانيه.
يعاد تقوية حزب الوفد من جديد، وحزب الوفد حزب يمكن أن يتماسك، وبالتالي استعادته مكسب، لأنه خسارة حزب الوفد خسارة كبيرة في الحقيقة. طيب انا برضو كنت عايز اسال حضرتك عن الصوره، ممكن يجهزوها لنا دلوقتي، اللقاء الاخير اللي كان قاله المشير طنطاوي وكان وراه العلم اللي فيه السيفين، وانه العلم ده تقريبا علم القوات المسلحه او كده، ان كان في ناس برضو اعترضت على هذا العلم. لكن انا برضو عايزه اسال حضرتك السؤال التقليدي اللي ناس هتساله، الاتفاقيات دي دلوقتي ناس عايزه الدستور اولا وناس عايزه الانتخابات اولا، الموضوع ده اتشال على جنب شوية برضو دلوقتي عشان التوافقات، ولا هترسي الدنيا على ايه؟ لا لا، بصي، خناعة الدستور ولا الانتخابات لم يتخلى الفريق المدني الدستور اولا عن موقفه. تمام. بس اللي حصل انه احنا عايزين الدستور اولا ليه؟ عشان نضمن انه لا يوضع دستور من جانب واحد ما يكونش مكافأة للتيار اللي بيفوز يكتبوا على مزاجه، عايزين نضمن ده. فلما بصينا لقينا انه في امكانيه والمجلس وافق والقوات السياسيه وافقت على جزئين، الجزء الاولاني وضع مبادئ حاكمه للدستور، يعني عشان اضمن ان الدستور مش هيروح شمال ولا يمين، يعني مش هتكتب على هوا اي قوه رئيسيه موجوده او قوه فازت في الانتخابات. النقطه الثانيه ان قواعد بتاسيس الجمعيه اللي هتحط الدستور انها تكون ممثله لكل الوان الطيف، الاثنين دولت لو اتحققوا واحنا ماشيين فيهم كأن الدستور اولا، لان انا بضمن الاول المبادئ اللي انا بحطها للدستور ما يخرجش عنها. تمام. مبادئ حاكمه ومبادئ في الدستوريه. نمره اثنين، بحط القواعد ازاي نشكل الجمعيه التاسيسيه بحيث انها تبقى ضامه كل الوان الصيف السياسي في مصر. بالتالي لو انا ضمنت الاثنين دول كأن الدستور اولا. طيب فيعني الدستور اولا خناقه. قضيه الدستور اولا ايه يا فندم؟ بقول ما هيش خناقة، أنا المهم الهدف بتاعي والمبدأ، إذا أنا هوصل للمبدأ اللي كنت عايز أعمله من خلال الدستور أولاً، بنتبع الانتخابات أولاً، بس هبدأ أتعامل مع هذه المسألة في الزاوية دي خلاص، يعني طيب. الذين يطالبون الآن بالدستور أولاً يمكن أن يحققوا ما يطالبون به من خلال المبادئ الحاكمة للدستور ومن خلال قواعد وضع الجمعية التأسيسية. فبالتالي التوافق ده دلوقتي تم الاتفاق على السبع نقاط دي علشان برضو ايه يحصل التوافق في الجمعة اللي جاية، لكن برضو حضرتك دلوقتي بتأكد ان القوى المدنية لن تتخلى عن موضوع الدستور اولا، وانه المبادئ الفوق دستورية دي او الجمعية التأسيسية للدستور هي دي اللي هي هتشرع بعد كده او هتبقى الخطوة للدستور ان شاء الله. هي ضمان، يعني انا لو عايز اعمل الدستور اولا زي ما بقول لحضرتك عشان اضمن ان الدستور يبقى الدستور دولة مدنية قايمة على المواطنة والمساواة ولا يستبعد اي فصيل سياسي، كويس؟ انا دول ممكن اضمنهم من خلال البندين دول، بند المبادئ الحاكمة وبند قواعد لتنظيم كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية بحيث ان هيكتبوا الدستور يبقوا ممثلين لكل الوان الطيف، ما بقاش في غلبة تيار على تيار، وبالتالي من خلال البندين دول اقدر انا اضمن كاني الدستور اولا، كاني كتبت الدستور اولا. تمام. عموما اهو احنا متابعين، وزي ما حضرتك قلت هنشوف الجمعه الجاي. انا بس الصوره دي حضرتك والعلم ده يا دكتور عماد، اكيد حضرتك سمعت ان كان في ناس انتقدوا موضوع السيفين اللي على العلم، وفي ناس قال لك ده العلم ده من زمان، وفعلا احنا انا في بعض اللقطات حتى في التحيه بتاعت اللواء الفنجري كان موجود العلم اللي عليه السيفين ده، ففي ناس بتقول ايه لزوم السيفين دول يا دكتور عماد؟ لا بصي، ده العلم اللي بتشتغل بيه زي ما حضرتك قلت القوات المسلحه. يعني انا دخلت الجيش واتجندت في الجيش، ده العلم، السيفين دول مضافين للعلم المصري لخاص بيه القوات المسلحه فقط، وانا ما اعتقدش انه يعني ان دي يعني ما الناس قال لك انه ده شبه العلم اللي اولا السيفين بتوع الاخوان زائد السيفين بتوع السعوديه. فالناس كانت معلش بص يا دكتور عماد، انا مش بقول، انا زي ما وضحت وقلت ان العلم ده فعلا من زمان ما هواش جديد، لكن اللي اقصده هل مثلا دلوقتي لما اثيرت الكلام ده بالنسبه للموضوع السفين ده، هل مثلا يعني وليه اختيار سفين؟ يعني ليه قوات مسلحه يبقى سيوف؟ يعني بص انا هقول لك على حاجه، احنا طبعا خلينا نتكلم نركز في القضايا الجوهريه. انا عارف ان الناس ممكن تناقش هذه الامور وتهتم بيها، لكن انا عايز اقول لك ليه سفين، لانه عنده الآية اللي بتقول وأعدوا لهم ما استطعتم، وتم اختزال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة في وقت كان فيه الحرب بالسيوف، فبالتالي ده رمز من دوت.
خدوها يعني هي رمز قبل كده، وبعدين خدتها السعوديه، وبعدين خدتها جماعه الاخوان، وبعدين وضعها كثير من القوات المسلحه. انا رايي يعني التركيز في قضايا تفصيليه من هذا النوع مش مفيد في الوقت دوت، لانه بيجرنا لقضايا هامشيه وبيدي القوى المتشدده فرصه لانه يقول وعايزين يلغوا الهويه بتاعتنا. انا اعتقد انه ده دي حاجات موجوده من عشرات السنين. ما اعتقدش انه فتحها في، انا بتكلم من الزاويه السياسيه مش بتكلم من يعني احنا برضو لان بقول لحضرتك كانت واضح جدا العالم بعد يعني بعد البيان او الخطاب اللي كان القاه المشير طنطاوي في ذكرى ثوره 23 يوليو، فكان الناس اتكلموا عليه، عشان كده انا بس يعني يمكن كويس احنا بنوضح. انا فاهم وانا بوضح بتاع حضرتك التوضيح. انا فاهم بس عايز اقول الرجاء من يعني من الناس انها تكون اقل يعني اقل حساسيه لحاجات من هذا النوع. دي حاجات انا دخلت الجيش ودي حاجات عايشين معاها من عشرات السنين. تمام. فتحها دلوقتي بيدي فرصه للقوى التي ترغب في تحويل مصر لدوله دينيه لانها تشتغل على الموضوع ده. خلونا نركز على القضايا اللي تضمن لبلدنا انها تبقى دوله مدنيه حديثه، دوله متوسطيه، دوله جزء من حضاره البحر الابيض المتوسط، دوله جزء من كانها من جنوب اوروبا. يعني خلونا نتعامل مع هذه القضايا من خلال الدستور ومن خلال المبادئ الدستوريه ومن خلال الجامعات التاسيسيه ومن خلال النضال. وانا عايز اطمن ربما الناس اللي بره اكثر حساسيه تجاه ما يجري في مصر. طبعا الوضع صعب والوضع مش سهل والمعارك شديده والناس بتبذل جهد ضخم، لكن عايز اقول ان التيار المدني في مصر من المسلمين والمسيحيين تيار قوي وبيحقق مكاسب كثيره وبيحققها ضد رغبة القوى الدينية وضد رغبة المجلس العسكري وضد رغبة بقاء النظام. أعتقد ده يخلي أكيد ده يخلي كتير يطمئنوا يا دكتور عماد. يعني فعلا طبعاً. يعني أنا بشكر حضرتك يعني أنك دايما اتفضل. أنا عايز أقول بس كلمة أخيرة. إحنا يعني الاجتماعات مستمرة صدقيني يوميا لبعض منتصف الليل مع قوى كتيرة. شباب إبريل شباب زي الفل وشباب مصري وطني وقوي، يعني رجع مصابين وكلهم اكثر من 230 مصابين، ورغم كده رجعوا واعتصموا في التحرير وارفعوا شعار الدوله المدنيه. وخلي بالك لما حتى المجلس العسكري بيطلع بيان 69، انت عارفه دلوقتي انه رافعين دعاوى قدام القضاء ضد اللي هو الفنجري الرويني بصباعه والرويني لانه اتكلم كلام غير دقيق على الاطلاق وكلام فيه خاض كثير من السذاجه. لما يقول كفايه دي معناها اتس اناف، فمعناها انها حركه اجنبيه. قالوا طب ما هو الجيش معناه ارمي، يبقى حركه اجنبيه برضه الجيش. يعني عايز اقول الشباب قوي والقوى السياسيه دعماه ولا تتخلى عنه، وبالتالي هو معركه مفتوحه على مصر، على مستقبل مصر. فبالتالي انا عايز اركز في الميدان الرئيسي مش في تفاصيل فرعيه يجرجرونا ليها. لا، لكن هو القوة دلوقتي قوية، وده احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور عماد لان حضرتك بتطمننا دايما، وزي ما قلنا بتنقل لنا الصورة زي ما حضرتك شرحت لنا كده بمنتهى البساطة ايه اللي تم في الثلاث ايام الاخيرة دي، اجتماعات ليل نهار علشان يتم التوافق، وان بتطمن الناس برضو قصة الدستور اولا ما هياش يعني حد نسيها بالعكس. فبنشكر حضرتك جدا دكتور عماد، ويعني دايما بنحب حضرتك تكون معانا توضح لنا امور كتيره جدا، ونطمن دايما على حال مصر يا رب ان شاء الله في الفتره اللي جايه. وعشان موضوع برضو حركه 6 ابريل، احنا معانا دلوقتي الحقيقه احنا كان معانا بهاء صابر، مش عارفه لسه معانا ولا لا، استاذ بهاء صابر مدير مؤسسه كلنا سوا للتنميه وحقوق الانسان، وبرضه للاسف الشديد يحكي لنا ان هو كان في تم الاعتداء عليه برضه وكان مضرب عن الطعام. برحب بحضرتك يا استاذ بهاء. استاذ بهاء الو، اهلا بيك يا استاذ بهاء. اهلا بحضرتك معانا. قول لنا يعني حضرتك الحمد لله ابتديت تاكل دلوقتي خلاص ومفيش امتناع عن الطعام؟ لا انا قررت ان انا افك الادراك الطعام علشان الواحد يبقى كده في كامل قواه بعد الاعتداء البلطجي علينا في الاسبوع في العباسيه. تمام. وحضرتك برضو كان اعتدي عليك في الاسماعيليه كمان، الناس قالوا ان ده بتاع 6. احكي لنا ايه اللي حصل، موضوع انه ناس اعتدوا عليك بسبب ان حضرتك يعني منتمي او يعني اعتقدوا ان حضرتك 6 ابريل فيلا نضربه. والله انا كنت خارج القاهره وانا راجع
الوقت كان متأخر جدا، فأنا كنت في مركز تابع لمحافظة الإسماعيلية اسمه القصاصين، مركز القصاصين. وطبعا ما فيش عربيات، فاضطريت ان انا اقعد على القهوه انتظر عربيه تحمل القاهره. طبعا الناس مشغلين برنامج على قناه الفراعين اسمه توفيق وكاشه باين ولا ايه. وانا الراجل دوت شخصيه، انا الراجل دوت شخصيه مختلف معاه كليا وجزئيا على يعني على المدى. فقلت لهم الراجل اللي مدعي الابطال دوت فوق، يعني انتوا ازاي قادرين بتصدقوا حد فقد مصداقيته في الشارع هو والقناه يعني بعد القناه. فطلعوا عليا كلوني، طب انت ما بتحبش توفيق عكاشه يبقى انت 6 ابريل. قلت لهم يا 6 ابريل ديت اتهام، يعني بالرغم ان انا 6 ابريل بس انا ليا علاقات باصدقاء وتربطني بيهم علاقه قويه، وهم ناس باكني ليهم كل التقدير والاحترام. هي 6 ابريل اصبحت دلوقتي وصمه عار تقريبا. هي 6 ابريل وصمه عار. احنا يعني انا مش عارف احنا امتى هنتخلص من يعني من شبح كما يقال التمييز، يعني او يعني وخاصه التمييز ضد الاقليات. يعني هي 6 ابريل ديت علشان خاطر لسه ناشئه وهي اقليه في الوسط العام السياسي تتهم وتميز بهذه الطريقه يعني. طب المهم يعني خرجت منهم ازاي؟ يعني ايه اللي حصل بعد كده؟ يعني حضرتك هل حد اعتدى عليك ولا قدرت تمشي؟ اتفضل. انت 6 ابريل بقى وانت من الكفار اللي هم المفروض يقام عليهم الحد، ويعني واجب علينا دلوقتي ان احنا نسبحك هنا في مركز القصاصين. وقصه كده غريبه، يعني هم متخيلين ان الناس اللي قاعده في ميدان التحرير وكل القوى الوطنيه وبكافه طياراتها وتوجهاتها دولت مجموعه من المفسدين في الارض. يعني هم متخيلين كده، انتوا وقفتوا حال البلد، انتوا عايزين تعملوا وقائع عظيم الجيش والشعب، انتوا مش مكفيكوا حاجه، انتوا طلباتكم بتتنفذ واحده واحده، ادوا فرصه للحكومه مش يعني كتير. وده وقع راي الشارع، يعني فالراي مغاير جدا لما هو حدث. تمام. هل حضرتك لقيت ان مش هتقدر تقنع طبعا الموضوع ده، لكن خرجت منهم ازاي او انتهى الموقف في النقاش ده ازاي؟ والله اشتغلت على يعني مشروع المفروض ان احنا نشتغل عليه لسنين، وهو مشروع التوعيه. يعني قررت ان انا اكون صدري رحب، وان انا اسمع كل الاراء اللي حواليا، وان انا اقعد اقنعهم بالحجه. يعني ففي النهايه الناس اقتنعت وعزموني على شاي، وكانوا متجاوبين جدا في النقاط اللي انا طرحتها عليهم. وطبعا لما حللت لهم التيارات السياسيه والحركات السياسيه اللي موجوده في ميدان التحرير، دورها ايه وبتعمل ايه وسبب الضغط اللي هي بتعمله دوت، احنا هنقدر نوصل لايه؟ زي ما وصلنا امبارح كده، ان احنا يعني من ساعه بدايه الاحداث بيناير احنا اول مره يسلب قلوبنا يعني كمصريين منظر كانوا يعني طالبين ان هم يشوفوه من زمان، يعني وهو منظر وزير الداخليه وهو وبلف المحكوم حتى يعني. ونفترض جدلا ان هم لسه جايبينه ملبسينه اللبس دوت وحاطينه في القفص، ولكن هذا المشهد يعني اسلق قلوب كثير. تقصد مشهد المحاكمه بتاعت حبيب العدلي اللي تم اذاعتها على الهواء؟ طبعا يعني اعتقد ان الموضوع دوت كان سهل جدا ان هو يتنفذ من بدري، ما كناش وصلنا اللي احنا وصلنا له دوت، ولكن التباطؤ في تنفيذ مطالب الثوره وتحقيق اهدافها هو اللي ادى بهذا الانفجار الثاني. يعني يعني لعل يكون درس بس ويكون عظه. تمام. دي طبعا خطوة إيجابية أستاذ بهاء. فعلا ناس كتير قالت إن ده كان من ثمار طبعا الاعتصام بتاع التحرير، وإن المضربين اللي على الطعام زي حضرتك وآخرين. قول لي دلوقتي بعد الجمعة اللي هي تم التوافق عليها دي، جمعة 29 إبريل 29 عفوا يوليو، إيه اللي هيتم في في توجهات معينة، أو يعني شايفين إن أنتوا إن شاء الله رمضان هيكون برضو في التحرير؟ كل سنة وأنتوا طيبين طبعا يا أستاذ بهاء، ولا شايفين إيه؟ اعتقد ان احنا يعني الاعياد هتقام في رمضان، يعني وخاصه ان هو شهر كريم للمسلمين، كل المسلمين في العالم وكل الناس في العالم كل سنه وهم طيبين، وخاصه المصريين. وحضرتك طيب. ولكن يعني انا شايف ان الناس مش هتفرط حتى يعني في شهر رمضان، بالرغم ان الصيام اعتقد ان هو هيكون مجهد جدا في درجات الحراره العاليه والشمس المحرقه
وخاصه في ثاني التحرير يعني، لدرجه ان احنا كنا جاء علينا وقت من الاوقات وكنا بنقول الجيش والشمس ايد واحده يعني، كما الجيش تسلط علينا الشمس. فاعتقد ان الناس مش هتضيع الخطوات اللي هي اتخذتها للامام، وخاصه بالحراك السياسي اللي موجود لكل التيارات والتوجهات وايضا المعتقدات يعني. هناك حراك في الكنيسه الارثوذكسيه يعني، هناك مشاركه واضحه وصريحه من الكنيسه الارثوذكسيه بيمثلها كثير من الابهات الثانيه او اتحاد 6 ابريل والحركه الاقباط بلا حدود عفوا اتحاد ماسبيرو شباب ماسبيرو واقباط بلا قيود يعني، وكذا كذا فصيل في ابهات كهنه، في ابهات كهنه كثير مشاركه تمام. انا بس استاذ بهاء عشان لاول مره اتفاجئ ان هناك نشطاء اقباط مسيحيين عندهم وعي وعندهم فكر وعندهم القدر من الجراءه بالمشاركه. فيعني انا بالنسبه لي الاقسام الثاني دوت حاجه مهمه جدا نظرا للتواجد الفعال لكل التيارات والتوجهات ويعني ده شيء جميل. لكن انا بس عايزين برضو مشاهدينا كل الناس بتسال هل يعني كده في استمرار ان شاء الله في شهر رمضان للاعتصام؟ ان لم تحقق المطالب وتنفذ اهداف الثوره الناس ما اعتقدش ان هي هتتراجع وتتهاون في حقوقها. تمام، احنا بنشكر حضرتك استاذ بهاء وهنبقى على تواصل ان شاء الله مع حضرتك عشان برضو يعني اسمح لنا لو ينفع برضو يوم الجمعه نشوف الاخبار ونتابع معاك ان شاء الله في حلقتنا برضو ايه التطورات اللي هتكون يوم الجمعه. بنشكر استاذ بهاء صابر مدير مؤسسه كلنا سوا، والحمد لله انه رجع تاني يعني عاود الاكل ويعني وتوقف عن الاضراب عن الطعام. معانا كمان هننتقل بقى لموضوع برضو تاني يهمنا، وهو موضوع كنيسه القديسين والشهداء وفتح والمطالبه بفتح التحقيقات. وكان في مؤتمر يوم الاحد الماضي علشان فعلا انه يتم فتح التحقيقات مره تاني، وانه في اتهام تباطؤ في الموضوع ده بالتحديد. وانا بفكر حضراتكم ان كان قدس ابونا في لوباتير معانا قبل كده وقال يا جماعه اللي عمل الحادثه دي عفريت، فاحنا نفسنا انه ما يبقاش عفريت، نفسنا نعرف مين اللي كان وراء تفجيرات كنيسه القديسين اللي نتج عنها طبعا يعني وفيات واعداد يعني واعداد كبيره من المصابين، لسه في منهم بيتعالجوا لغايه النهارده. معانا ومع حضراتكم الاستاذ جوزيف ملاك المحامي، وهو مدير المركز المصري للدراسات الانمائيه وحقوق الانسان، وهو كان وراء المؤتمر وترتيبات المؤتمر وايضا الدعوه لانه يتم فتح التحقيق في موضوع كنيسه القديسين. بنرحب بحضرتك استاذ جوزيف. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا فندم، قول لنا ايه اللي تم، وهل يعني كنا سمعنا ان اتفتح فعلا التحقيق وانتم عملتوا المؤتمر، ادينا فكره حضرتك كده عن المواضيع بتاعه التطورات دي، وشايف حضرتك ايه اللي هيحصل باذن الله؟ هو طبعا احنا بقى لنا حوالي داخلين في 8 شهور في احداث القديسين، من حوالي 4 شهور فوجئنا بان يتم الافراج عن التعليم كل بالظبط. فده خلانا يصاب باحباط بصفه عامه. طب اللي افرج عنهم دول طب هل في متهمين تانيين؟ لان اضطرينا من حوالي 4 شهور ان احنا نعيد ترتيب الاوراق وندخل في التحقيقات من الاول نعرف ايه كان تقدمنا لعده بيانات للنيابه العامه عشان نعرف حيثيات قرار الافراج عن التعليم في احداث القديسين، وكمان عشان نعرف ما تردد من الشائعات او ما تردد من الاقاويل بان قضيه احداث القديسين تم حصدها. وكذلك ايضا ان التقرير النهائي للنيابه العامه لم يعلن بعد. فالنيابه العامه من 25/1 طلع قرار بحظر النشر عن احداث القديسين او تحقيقات لصالح التحقيقات كما قيل يعني في هذا الوقت. وحتى الان ما كانش في تقرير نهائي عن ملابسات وكيفيه حدوث الواقع. فتقدمنا للمحامي العام بهذا الشكل وتقدمنا ان ما فيش رد رسمي علينا، ولكن الرد الغير رسمي اللي هو عبر فيه عن خديعه للشعب كله 85 مليون بل العالم كله لقضيه احداث القديسين بلا متهمين وبلا تحريات. يعني انتوا اكتشفتوا استاذ ملاك معلش يعني دلوقتي الملفات اللي كانت في التحقيقات السابقه هل في حاجه منها، ولا الموضوع ما كانش فيه تحقيقات بالمره؟ يعني الخديعه هنا جايه ازاي؟ لانه يعني الناس طبعا فاهمه انه بتهيألي القرار اللي كان قاله العدلي قبل ما تقوم الثوره،
في عيد الشرطة ده أو قبل عيد الشرطة بيومين، الناس دلوقتي مصدقة أن كل ده كلام فاضي. هقول لحضرتك اللي حصل إيه. أولاً الخديعة جاية من إني، أولاً الداخلية في أي واقعة أو في أي جناية بصفة عامة بيبقى فيه تحريات، التحريات دي أو البحث عن الجناة بيبقى مسؤولية الداخلية. تمام. هي اللي بتدور على المشتبه فيه. وبالتالي بعد ما تجيب الداخلية المشتبه فيهم وتحقق معاهم وتاخد أقوالهم بتحولهم على النيابة المختصة، النيابة هي اللي بتحقق معاهم. في الواقع بتاعتها الداخلية أعلنت عن المتهم الرئيسي وقبضت على 19 واحد واتكلمت عن الموضوع وطلعت خروج العدلي في 2023 إعلان الرئيس السابق وقال إحنا قبضنا على المتهم الرئيسي والجهاد الجهة المسؤولة عن الحادثة جهة وقال ذكر اسمها وطلعت الأهرام عمل حوار وطور الأهرام. كل المعلومات دي المفترض إنها تروح للنيابة العامة. تمام. اكتشفنا الخديعة ان النيابة العامة قالت كل الكلام اللي قاله حبيب العدلي وكل التفاصيل اللي اوردها حبيب العدلي احنا ما نعلمش عنها حاجة وما جاتلناش. النيابة العامة في اللجنة المشكلة من النائب الرئاسي النائب العام كل اللي قدرت تعمله او اللي عملته كله هو اخذ اقوال اسر الشهداء واقوال المصابين والشهود واكتفت على هذا، فبالتالي اثرنا القضية غير مكتملة. في فاصل عندنا اللي هو وقع تصور 25 يناير وبالتالي الملف وقف على هذا الأمر. ازاي يعني يا استاذ جوزيف؟ الحكايه دي غريبه جدا، يعني ايه ثوره قامت وقفت قضيه هامه زي قضيه القديسين والملف توقف وتم القبض على العدلي يعني مش دي غريبه شويه؟ يعني ما تحصلش في اي بلد حضرتك يعني. هي الاغرب منها ايه؟ ان انت اطرقت على المتهمين باحداث القديسين او على خلفيه الاحداث من غير ما تحقق معاهم وتكمل الملف. طب انت اطرقت عليهم ليه؟ طب ما كملتش تحقيقات ليه؟ المسؤوليه مين ده؟ اصل احنا باعتين مذكره رسميه للمجلس الاعلى للقوات المسلحه قلنا لهم الواقع في كذا 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 واحنا اكتشفنا كذا 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 كذا. انتم بموجب الاعلان الدستوري مسؤولين عن البلد دي، بموجب الاعلان الدستوري ليكم صلاحيات رئيس الجمهوريه، المفترض ان انتم تعالجوا الامر، عالجوا شعور، تعالجوا شعور المصري واطلعوا اتكلموا في الملف ورجعوا افتحوا تحقيقات في احداث القديم. مفيش حد رد علينا، فاضطرينا ان احنا نقدم بلاغ للنائب العام اتهمنا فيه حبيب العدلي بالتقصير والاهمال ومسؤوليه الدينيه التي تصل الى التواصل مع دي جزئيه مهمه جدا الطلب الثاني التحقيق معاه فيما ادلى به وما صرح به من تصريحات وما لديه من معلومات قالها يوم عيد الشرطه ما اثناء عمله تتعلق باحداث القديم وضم هذه الاقوال لملف القضيه عشان تكمل القضيه. لكن الطلب بتاعنا الثاني الطلب الثالث هو اعلان التقرير النهائي للنيابه العامه عن تاكيد الفلوس وملابسات الواقع. من خلال البلاغ اللي احنا قدمناه 7880 تم فتح تحقيقات وتم استنادي كمقدم للطلبه المقدم عن المقدم البلاغ عن اقرار الضحايا والشهداء وعن المجلس الملي او بعض اعضاء المجلس الملي في اسكندريه. هنا فتح باب التحقيقات لاحداث القديس. ولكن فوجئنا بشيء ثاني ان احنا تاجلنا برضه ثاني للمجلس العسكري. يا جماعه انتوا فتحتوا التحقيقات وخدتوا الشهداء وخدتوا مننا اقوالنا، طب ايه اللي بعد كده؟ طب احنا عايزين نشوف حبيب العدل، حبيب العدل هيتحققوا معاه امتى؟ طب الملف ده هيمشي امتى؟ ففوجئنا برضه في تجاهل للملف. وللاسف ان المجلس العسكري ما بيتحاورش معانا، ما بيردش علينا. ليه ما بتردش علينا؟ طب هي دي مش جنايه؟ انت لو عندك جنايه صغيره موجوده واحد يتقتل في اي مكان لازم تدور عليه الداخليه وتجيب تحريات وتشوف المشتبه فيه وتدور. انت عندك 24 واحد ماتوا و100 واحد مصاب وجريمه هزت العالم كله وهزت البلد. اخر حاجه احنا اتقدمنا بيها اتقدمنا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه ووزير العدل قلنا له في شبهات كتير نتيجه متجاهلين ملف القديسين متبطئين فيه. انت بتدينا الصوره الغريبه اللي احنا بنتخيلها ان هناك نوع من انواع التفكر على جريمه احداث القديسين. هل انتم متفكرين على النظام السابق ان هو متورط في الامر عشان كده مش عايزين تتكلموا؟ طب ما انتوا لازم تتكلموا تفهموني، لازم تحققوا. في ناس بتقول ان حبيب العدل له ضلوع في هذا الامر، وهناك زملاء لهم كل تقدير تقدموا مبالغات من بدايه
شوف وحققوا في الإهمال الجسيم. الإهمال الجسيم اللي أنا طلبته ده إهمال واضح والتواضع، عشان كده أنا طلبت شهادة المخابرات المصرية. وكانت أول مرة نطلب شهادة جهة رسمية أو جهة سياسية ديت، ولكنها هي على العلم إن هناك تهديدات كانت موجودة على الكناش. ولكن إحنا فوجئنا رغم كل المشوار اللي إحنا ماشيين فيه الطويل ده كله إن برضه هناك تجاهل، وتجاهل يشبه التجاهل اللي عندي. فاضطرينا إن إحنا نقف الصبح ونعمل المؤتمر الصحفي نعلن فيه عن التجاهل الواضح لملف احداث القديسين دي، ونقطه ثانيه نعلن عن الموقف بتاعنا والاجراءات القانونيه اللي احنا هناخدها. هناك من شكك فينا واعتبر ان احنا ممكن ندول القضيه الجنائيه الدوليه خارج مصر، قلنا لا نحن نرافق في القضاء المصري. طب ماشي، نحن نرافق في القضاء المصري، هنتخذ بقى جلسه الاجراءات بتاعتنا. وده كان يوم الحد اللي طيب طلعتوا بايه من المؤتمر ده يا استاذ جوزيف؟ وايه هي الحاجات، يعني خلينا نقول يعني ايه التطورات الاخيره دلوقتي، وهل في استجابه من اي جهه؟ التطورات هقول لحضرتك على التطورات ابتدت في المؤتمر. احنا في المؤتمر طبعا اكدنا كل المعلومات دي بالتفصيل، يعني وسائل الاعلام والميديا سواء الداخليه او الخارجيه والفضائيات، اتناقشنا بكل صراحه، قلنا الموقف من البدايه حصل فيه ايه. خليني انا شرحت لحضرتك يمكن بتفسير اكتر عشان خاطر الوقت. اتكلمنا عن التجاهل اللي موجود، وكان المؤتمر ده عنوان شهداء دماء شهداء القديسين لن تضيع، دماء شهداء لن تضيع، ملف احداث القديسين من المسؤول عنه، وده كان في كنيسه المرقصيه. واعلنا اول قضيه رفع ضد الحكومه في هذا الملف، ضد هذا التجاهل اللي عندي اللي موجود. يعني هيتم رفع قضيه، القضيه ضد مين؟ ضد رئيس وزراء مصر بالنسبة للتباطؤ في هذا الأمر أو لإهمال أصلا التحقيقات في هذه الحادثة اللي هزت العالم كله فعلا. أها تمام، يعني ده يعتبر أكتر حاجة طلعتوا بيها من المؤتمر، ولا في حاجة كمان؟ لا، دي أول حاجة احنا بنبتديها. يعني دي أول قضية، ده مش معناه إن احنا كده خلاص اكتفينا، لا، ده في عدة إجراءات أخرى. ولكن احنا ابتدينا بهذه القضية، إن احنا بنعلن عن إنه هنتخذ عدة إجراءات قانونية، وحزما من الإجراءات القانونية حزما من القضايا في هذا الشأن، إن لم يرضخ هذا الأمر وننتهي من هذا التعتيم الواضح وعدم الشفافية. واحنا كده بنعلن قدام العالم إن في تجاهل موجود، دي كانت أهم حاجة برضه عشان نقصدها داخل ده. جميل طبعا، يعني وربنا يسهل ويكمل معاكم. إن شاء الله. بإذن الله. احنا بنشكرك جدا استاذ جوزيف، وهنتابع برضو مع حضرتك من خلال الامور برضو والحاجات اللي احنا ان شاء الله بنقراها في مواقعنا برضو عن التطورات. واسمح لنا برضو ان حضرتك لو في اي يعني جديد يعني حضرتك تطلعنا بيه من خلال مراسلنا، يعني نتمنى ان يكون يعني في تواصل معانا دايما. وكل الناس عايزه تطمن على من هم وراء تفجيرات كنيسه القديسين، وربنا يكشف الحقائق. ومسير بنقول اللي هو مكتوم وغير معلن، مسيره هيجي وقت ربنا هيسمح فيه انه يعلن باذن الله. وطبعا احنا بنفتكر شهدائنا شهداء القديسين والمصابين، وبنقول دايما ان احنا مش هننساهم ودمائهم لن تهدر، وكلنا كل وقت بنفتكرهم فعلا، ويعني قلوبنا برضو مع اسرهم ومع المصابين برضو. ربنا يعني يطمنا على اي حد لسه بيتعالج، ودي طبعا زي ما بنقول حادثه كتبت في التاريخ ولن تنسى، وربنا يظهر الحقائق. معانا دلوقتي برضو حضراتكم الاستاذ بيتر النجار المحامي، والقضية اللي مش عايزة تخلص قضية العائدين من المسيحية، العائدين من الإسلام للمسيحية. وبعد ما كان في قرار بأنه هيتم أنه تثبت بياناتهم في البطائق مرة أخرى، إلى الآن هناك عراقيل ومش عارفين مين اللي واقف قدام هذا الأمر. بنرحب بحضرتك أستاذ بيتر. أهلا بك يا فندم. أهلا يا فندم. إحنا كان معانا من كام يوم، أنا مش متذكرة مين اللي كان معانا، لكن كان قال إن الموضوع ده اتحل أستاذ بيتر. إيه الحكاية؟ وإحنا سمعنا إن العائدين هيقوموا بتظاهرة، وإنه الموضوع ما اتحلش للأسف الشديد. لا، هما بالفعل العائدين قاموا بتظاهرة امبارح. تمام. كان مجموعة منهم قدام لازوغلي، قدام وزارة الداخلية، مطالبين بتنفيذ الحكم الصادر في تاريخ 12/2/2011 من دائرة الأولى إدارية عليا، وأيد هذا الحكم بحكم آخر أليم فيه على الجهة الإدارية المتمثلة في مصلحة الأحوال المدنية في حكم صدر في تاريخ 3/7. طيب إيه بقى اللي حصل؟
اللي حصل ان هناك نوع من لغايه دلوقتي بنقول نوع من العرقله من وزاره الداخليه المتمثله في السيد الوزير ومدير مصلحه الاحوال المدنيه. لان النهارده كون ان المحكمه الاداريه العليا حست الجهه الاداريه ان تنفذ الاحكام للافراد جميعا سواء دون ان يحتاج كل شخص ان يلجا الى المحكمه للحصول على حكم، كان هذا من داخل المحكمه ونابعا من داخلها، ويؤكد ذلك قانون الأحوال المدنية الصادر منذ تاريخ 1994. لأن في نص مادة واضح وصريح في القانون 143 لسنة 94 المنظم للأحوال المدنية بيقول الآتي. نص المادة 47 قالت أن يكون إجراء التغيير والتصحيح في الديانة بناء على شهادة صادرة من جهة الاختصاص. تمام. لما نيجي الحالة زي حالتنا نقول القانون موجود، يبقى اللي بيطبق القانون هو اللي بيتقاعس عن تطبيق القانون، بيؤدي ان انا بلجأ للقضاء عشان احصل على حق للمشرع مدهوني، يؤدي الى ارهاق القضاء وارهاق المواطن، وبعد لما يرهق القضاء ويعليه المواطن الاقي برضه امتناع من وزارة الداخلية عن التنفيذ بحجة أن هذا الحكم حكم شخصي وليس حكم جماعي، علما بأن المحكمة منوعة وموضحة إلى الآتي: وعلى الجهة الإدارية أن تتخذ هذا الحكم مسلكا لها وأن يطبق على جميع حالات المثل دون حاجة اللجوء إلى القضاء، وكفى المواطنين العناء الذي عانوه من الجهة الإدارية المتمثلة في مصلحة الأحوال المدنية من جراء عدم إثبات ديانتهم الذي يعتنقونها بداخلهم. يعني الحكم الصادر من الإدارية العليا قال إن الجهة الإدارية غلطانة. لذلك إحنا في المرحلة القادمة واحتمال يبقى أول أسبوع القادم هتقام جنحة مباشرة على السيد وزير الداخلية بصفته وبشخصه، وعلى السيد رئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته وبشخصه، على أساس إنهم امتنعوا عن تنفيذ حكم محكمة ده يعاقب عليه بالحبس والعزل من الوظيفة طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات. طيب دلوقتي عددهم كام تقريبا العائدين يا استاذ بيتر؟ من خلال مكتبنا في حوالي 3500 3000 4000، يتراوح من 3000 الى 4000، ما عنديش رقم حصري وتاكيدي. طيب ودلوقتي التظاهره اللي كانت بالامس دي اعتراضا طبعا على عدم تنفيذ هذا القرار بانه تتم ثبوت البيانات الثانيه البيانات الثاني، ده اعلى من ده حضرتك اعلى من القرار، ده حكم محكمه اداريه عليا نهائي بات. طب ولا هم بيقولوا ليه ممتنعين استاذ بيتر؟ يعني ايه امتناعهم؟ اسبابهم ايه؟ بيقولوا ايه للناس لما بتروح؟ لا يوجد اسباب. كل ما بيقول لك لسه بعتنا الوزاره عشان الوزاره تصيغ كتاب دوري نمشي عليه ونؤدي الى تطبيق الحكم ده. طب يا جماعه كتاب دوري ازاي اذا كان القانون موجود؟ القانون موجود. حتى لو انت هتطلع كتاب دوري عشان تفعل القانون طلعه، ده انت القانون موجود، انت مش بتبذل مجهود انك تنشئ نص ماده ولا اي حاجه، انت اما القانون موجود من 94 نفذه. زي ما انت النهارده الشخص بياخد شهاده الازهر وبيروح يغير بياناته في الاحوال المدنيه عامل المعامله بالمثل. ان كنت انت تعتقد ان هناك مساواه، وان كنت انت مؤمن بالاعلان الدستوري اللي اصدره المجلس العسكري اللي بيقول فيه المساواه وحريه العقيده والمساواه ما بين الافراد. طيب يعني وزير الداخليه ضد الناس دول مرتكب جريمه بنص الماده 57 من الدستور، لا تسقط عنها العقوبه الدعوه الجنائيه ابدا، وهي جريمه الاعتداء على الحريه الشخصيه. بالظبط بالظبط. وعلى الجانب الاخر بيتم استصدار بطاقات على طول بالاسلام لاي حد بيدخل في بكل يعني سهوله. بالظبط يعني، فدي طبعا حاجه هنا لازم الكل يقف عندها، حاجه الناس مستقيم منها، واحنا كمحامين مسؤولين على القضيه دي منذ عام 2004 شالنا على عاتقنا، احنا مستقيم جدا. تمام. احنا كنا بنامل في يوم من الايام ان تفعل شهاده العوده. لما تصدر المحكمه قرار حكما في 12/2/2011 وتاكدوا في 3/7/2011 بتفعيل شهاده العوده، والجهه الاداريه عليها انها تنفذ احكام المحكمه ولا يجوز ان تمتنع عنها عن تنفيذها لانه كانوا مختصمين في الدعوه وصدر الحكم في مواجهتهم، كان لازم انه ينفذ. تمام. مش عاقل. كنت انت دوله بتسعى الى المدنيه او بدوله بتسعى الى سياده القانون على جميع الافراد يبقى طبق القانون على جميع الافراد.
بالظبط كده. سمعت حضرتك كان في خبر كده بيقول انه الشيخ الطيب كان بيقول هنقف بالمرصاد للتبشير والتشييع، ده كان خبر اتنشر في الوفد من يوم 25 يوليو، وكان في وفد لبناني في مشيخة الأزهر، وانه كان قال الشيخ الطيب اعلن ساعتها ان هم هيقفوا بالمرصاد لأي نوع من انواع التبشير في مصر. بص حضرتك، اولا كون ان الكلام زي ده يصدر انا مش متاكد من صحته، ولكن احلله زي ما حضرتك قلتيه، ده كلام لا يرتقي الى مستوى الفكر. لسبب، ان كان النهارده افغانستان وباكستان وايران مطلعين بيانات بيقولوا ان احنا لا نستطيع ان نقاوم التنصير، ده لو بنتكلم على التبشير والتنصير، فبالك مصر التي بها جزء مدني وجزء ديني. لو انا النهارده ببشر او بنصر، دي لا توجد لها جريمه يعاقب عليها القانون. وان كان شيخ الازهر بيقول ان هو هيقف، او الشيخ الطيب بيقول هيقف للتبشير والتنصير، هذا حق مكفول لي ان يقف بالفكر، بمعنى ان يقنع الشخص بان الاسلام افضل من المسيحيه فلا تذهب الى المسيحيه. ولكن ان كان هناك مبارزة فكرية من ناحية أن الشخص عندما يؤشر إسلامه يجب أن يقتنع ويكون مقتنعا بالإسلام، أو يريد أن يتنصر فيكون مقتنعا بالمسيحية دينا له، فده شيء إحنا نرحب به، وده اللي إحنا بنطالب به، إن ترجع اللي هي حرية العقيدة وحرية المعتقد. يعني ده يدخل اللي إحنا قلناه، يا ريت ترجع لجانب النصح والإرشاد، عشان قبل ما الشخص يؤشر إسلامه يقعد معاه أسيس يقنعه، وقبل ما يكون عايز يتنصر لو في سماح التنصير يقعد مع الشيخ يقول له اللي بتعمله غلط. يبقى هو داخل الدين عن اقتناع وليس داخل الدين زي ما حصل في كتير او معظم حالات العائدين للحصول على مصلحه شخصيه، وحولوا الدين الاسلامي الى دين يحقق اغراضهم الشخصيه وليس الى دين يعتنقوه. وبعد كده دلوقتي راجعين تاني لانهم اكتشفوا ان ده كان السبب اللي هم طبعا ان هو كان ماشي عشان يحقق مصلحه شخصيه. الدين ده شيء غالي، ما ينفعش انه يتلاعب بيه من اجل المصالح الشخصيه. تمام. طبعا دي نقطة. إذا كان ده رأيه هو كمان أستاذ النقاش الفكري أستاذ بيتر، علشان برضو الخبر كان فيه موضوع التبشير والتشييع في المجتمعات السنية، يعني كان مدخل فيه كمان موضوع إنه يبقى فيه تبشير للشيعة كمان في مجتمع سني، علشان برضو طيب إذا هو بيتكلم عن الوقوف ناحية فكر معين وشايف إنه غلط، هيقف معاه بالفكر بتاعه كشيخ أزهر له تعاليمه حقه، ولكن يقف معاه بالقوة شيء لن يقوم به الأزهر ولن يقوم به شيخ الأزهر، لأنه أعتقد أنه شيخ الأزهر من الشخصيات التي تتعامل أنه رجل دين إسلامي الكلمة بتتحسب عليه. لا يعاب على الإسلام أن يخرج منه شخص مرغبا في التنصير، ولا يعاب على المسيحية أن يخرج منها شخص مرغبا في الإسلام. عموما يعني دي يمكن احنا نوع من المبارزه الفكريه او النقاش الفكري من خلال لجان النصح والارشاد التي جنبها وزير الداخليه السابق دون ان يلتفت للقانون والتفت الى اهوائه الشخصيه. ده احنا بنطالب برجوعه عشان يبقى في نقاش وحياديه. تمام. عموما احنا بنشكرك استاذ بيتر جدا على هذه التوضيحات، ونتمنى طبعا ان نوصل لنتيجه في موضوع قضيه العائدين الى المسيحيه دي، علشان فعلا الموضوع طول جدا حياتك من 2004. اعزائي المشاهدين، زي ما احنا كنا حضراتكم متابعينا النهارده في حلقتنا، حاولنا ان احنا نغطي برضو اغلبيه الاحداث، لكن في خبر لسه نازل دلوقتي انه حضراتكم القيادي الاخواني صبحي صالح كان بيقول الانتخابات اولا مساله محسومه، والاخوان عند قرارهم بانه عدم المساس من هذا الامر. وطبعا احنا بنقول منتظرين يوم الجمعة الجاية ايه اللي هيحصل، منتظرين ايه اخر الامور برضو في موضوع الدستور اولا والانتخابات اولا، ونطمن على كل الاحداث بالنسبة للاحداث القبطية اللي حاصلة. وانتظرونا على قناة الكارما، ومعادكم ان شاء الله هيكون الساعة 1:30 بتوقيت كاليفورنيا مع أتسابونا مكاري. ما تمشوش، ما تسيبوش القناة، وتابعونا دايما في ما وراء الاحداث وكل ما هو جديد ان شاء الله. وبفكر حضراتكم ان اعادة حلقتنا بتكون برضو بتوقيت كاليفورنيا 10:30 مساء. واي تعليقات واي حاجة احنا بنرحب بيها كلها، وهنطرحها للنقاش في حلقاتنا القادمة إن شاء الله. وبنشكركم لمتابعتكم. إلى اللقاء.